صباح الخير على حضراتكم. ليلة ممتدة، ليلة تاريخية للنادي الأهلي، ليلة تاريخية لمصر. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني ولكل من ينتمي للقلعة الحمراء. زي ما بقول له حضراتكم، ليلة تاريخية. الأهلي صانع البطولات، النادي الأهلي بيصنع بطولات وبيصنع إنجازات كبيرة جدا جدا جدا. يعني أنا مدى فرحتي مش قادر يعني أقول لكم قد إيه الحصول النادي الأهلي على التسعة يا أهلي أفريقيا يا أهلي. هو ده كان النداء الوحيد خلال الأشهر الأخيرة لجماهير النادي الأهلي، لمسؤولي النادي الأهلي، لكل من ينتمي للنادي الأهلي. كان عندنا أبطال في الملعب، عندنا أبطال خارج الملعب. فبقول كل من شارك في هذه البطولة، كل من شارك في هذه المباراة التاريخية، كل من شارك في كتابة تاريخ جديد للنادي الأهلي، وما زال النادي الأهلي يستمر في كتابة البطولات ومن تاريخ كبير جدا، بقول لهم مبروك، مبروك عليكم، مبروك عليكم التسعة. وإن شاء الله بإذن الله الثلاثية، حققنا بطولة الدوري بأرقام أسطورية، حققنا إن شاء الله، هنحقق إن شاء الله مباريات الكاس برضو بأرقام قياسية، وطبعا الغالية السمراء الغالية في حضن نادي الأهلي، في حضن الجزيرة. النهاردة معانا ثلاثة من أبطال النادي الأهلي. احنا عندنا أبطال كتيرة جدا جدا جدا، لكن عندنا ثلاثة من أبطال النادي الأهلي، على رأسهم طبعا القيادة الفنية مستر موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا يعني الشعلة من النشاط والمدير العظيم للنادي الأهلي، وطبعا أفضل حارس في أفريقيا وأحسن حارس في مصر ومن أجمل الشخصيات اللي أنا عرفتها على المستوى الشخصي، وأفضل لاعب في مصر أعتقد خلال 3 سنين اللي فاتوا وإن شاء الله 3 سنين الجايين، الكابتن محمد الشناوي. ربنا يخليك كابتن. بنرحب بيكم طبعا مستر موسيماني. ألف 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 مبروك، بطولة غالية، بطولة كبيرة. إحساسك وشعورك بعد انطلاق صفارة النهاية؟ شكرا. Thank you for inviting me to the studio. شكرا لدعوتي في الاستوديو قناة النادي الأهلي. It's not a common feeling. It's طبعا ده مش إحساس معتاد. It's a different feeling. ده إحساس مختلف. It's difficult to win the Champions League. صعب الفوز ببطولة أفريقيا طبعا. If it was easy, everybody would have done it. لو كان الموضوع سهل كان كل فرقة كسبتها. So we waited for 7 years. فضلنا صبرنا 7 سنوات عشان نحقق. And my face doesn't show what I feel, but I'm very excited. بصراحة أنا الكلام مش هقدر أعبر على جوايا، بس أنا بصراحة أنا في قمة السعادة. عايز أفكره برضو ونفكر السادة المشاهدين بأول لقاء وأول يوم وصل لي إلى القاهرة، وكان ليا الشرف إن أنا يعني استضيفه في النادي الأهلي. أول كلمة قالها إن هو عارف قيمة وإن إزاي النادي الأهلي نادي كبير جدا من أول ما دخل بوابة النادي الأهلي، وكنت شايف المسؤولية الكبيرة كمان بجانب الشغف وحبه للنادي الأهلي، كمان كان في مسؤولية كبيرة جدا عليه يعني. والنهاردة أعتقد بجزء كبير من المهمة بيأديها بشكل أكثر من رائع. إحساسه إيه من أول ما دخل النادي الأهلي لغاية الفوز بالبطولة الأفريقية؟ Well, when you come to coach a big team like Ali, لما بتكون تم اختيارك تدريب فريق كبير زي النادي الأهلي، it's the biggest team in the continent. أفضل فريق في القارة. Club of the century. نادي القرن. Has won more Champions League trophies than any other team. وعنده كسب كأس أفريقيا أكتر من أي فرقة تانية في القارة. You know your responsibilities. أنت عارف طبعا مسؤوليات اللي هتبقى على عاتقك. You know the expectations are high. وتعرف توقع المنتظر منك من الجماهير، عليك على عاتقك مسؤولية كبيرة. It's a big club. ده نادي كبير. And if you can't take the stress and the pressure. لو تقدرش تشتغل تحت الضغوط اللي تتحملها كمدير فني، don't come to Ali. ما تجيش تتمرن النادي الاهلي. That's true. كابتن سيد،
طبعا بنقول لك الف الف مبروك. يعني احنا لو بتكلمنا على المجهود الفني اللي اتبذل في الفتره اللي فاتت وكلنا بنشيد بيه، لازم كمان نشيد على المستوى الاداري وعلى المستوى التنظيم وعلى الشكل الاحترافي اللي انت اشتغلت بيه خلال كل الفتره اللي فاتت، وتتويجك وشعورك بتتويج النادي الاهلي واكيد تتويجك بالتسعه. يعني الحمد لله. طبعا يمكن في البدايه لازم اقول مبروك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه واللي ساندت ووقفت وشجعت، ومش هقول ان انا هبدا من النهارده، يعني لا انا هبدا من مباراه سان داونز نفسها السنه اللي فاتت، لقاء العوده اللي كان في برج العرب والمؤازره التاريخيه اللي كانت موجوده، رغم ان انت كنت خسران خمسه هناك صحيح. لكن كان في عدد كبير جدا جدا من الجماهير موجوده، وبعد ما انتهى بعد ما خلص اللقاء وكسبنا 1-0 وكان خلاص خرجنا، لكن الناس كانت بتشجع بشكل جبار جدا. اعتقد ان دي كانت البدايه الحقيقيه لبطوله النهارده. مرينا بشكل كبير جدا من مواقف، لكن قبل ما اقولها ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، ببارك لكابتن محمود الخطيب المشرف مع الكوره، لجنه التخطيط، الاداره التنفيذيه، يعني اداره التسويق، الاداريين والعمال وكل الناس اللي اشتغلت، كل الناس الحقيقه، رغم ان ممكن يبقى ناس ما بتبانش في الصوره لكن بيبقى لها دور كبير جدا، واحنا في الاهلي بنشتغل كعمل جماعي. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن زي ما انت قلت في السياق اللي كان في الانترو، يعني في ساعات ما بتبقاش عارف تعبر عن اللي جواك يعني، لكن كل اللي اقوله ان الحمد لله رب العالمين. لحظه استنيتها كل جماهير النادي الاهلي بقى لها 7 سنين، يمكن رغم كل اللي بيحصل ده احنا في اخر 4 سنين واصلين فاينل 3 مرات، رغم كل الانتقادات اللي انت بتشوفها، خلاص بقى يعني لازم كل يعني كل حاجه احنا بالناس يعني بنتقبل النقد وبنتقبل وجهه النظر، لكن ساعات بتبقى زياده شويه، لكن مع ذلك بنسكت يعني وبنعدي اللي بنحب نشتغل. انت في 2017 كنت مع الوداد، وفي 2018 كنت مع الترجي في النهائي، و2020 النهارده كنت مع الزمالك، فالحمد لله طبعا على كل شيء. طبعا يعني احنا عملنا الحمد لله مباراه جيده، لكن طبعا بنقول كمان هارد لك لنادي الزمالك، اعتقد كمان نادي الزمالك ادى بشكل جيد جدا، ولكن زي ما بيقولوا كده النهائيات تكسب ولا تلعب، وده كان فعلا يعني التاريخ بتكتب النتائج، لكن كل الاحترام اكيد لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ادوا مباراه على مستوى جيد جدا. نيجي لبطل ابطالنا الكابتن محمد الشناوي، اللي محمد ما شاء الله عليك مبروك اولا طبعا، وبنقول مبروك لمحمد الشناوي. اعتقد كل اسبوع كل يوم وكل اسبوع بتثبت انك حارس على اعلى مستوى، حارس افريقيا الاول من خلال مش كلامي بس، من خلال كمان الفيفا والكاف، فمبروك يا شناوي. والناس عايزه كمان تسمع احساسك ايه بعد نهايه المباراه وشعورك، وكمان عايزين نسمع دورك كقائد داخل الملعب وخارج الملعب. طبعا بشكرك كابتن هاني طبعا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته في الاول، وبشكر طبعا الاداره، وبشكر الجمهور بقول لهم الف مبروك، وبشكر طبعا الجهاز الفني كله، وبشكر طبعا كابتن سيد الفتره اللي فاتت ديت تعبنا كتير. فرحتي يعني ما توصفش بالظبط، يعني ما يعني كنت يعني مش عارف اوصفها ازاي، بس انا لغايه دلوقتي مش مصدق ان انا خدت البطوله من كتر الفرحه. وانا في الملعب كان عندي يقين ان احنا هناخد البطوله، من كتر ما انا شايف اللعيبه طول الاسبوع خايفه وعايزه تكسب المباراه، وكلهم بيتكلموا معايا عايزين ناخد البطوله باي طريقه، وكلهم خايفين على الـ على الـ على الـ على البطوله. هو كان قلق بس في الاول، بس هم قلق عشان ناخد البطوله، عشان العهد اللي احنا وعدناه للجمهور في ماتش سان داونز اللي كانت السيد اتكلم فيه، ده احنا كنا مدين وعد والحمد لله وفيناه للجمهور. الوعد ده كمان يا شناوي من زي ما الكابتن سيد بيقول من بعد هزيمه سان داونز، وكلنا فاكرين الدايره الكبيره. مظبوط كده، مظبوط. الصوره ديت حتى الجماهير مش هتنسى الصوره الكبيره اللي كلكم بتوعدوا، اولا بتوعدوا بعض الاول يا كابتن سيد، بتوعدوا وتوعدوا كمان الجماهير ان شاء الله البطوله دي مش هتخرج من النادي الاهلي. عشان كده اللعيبه النهارده كانت يعني كانت مضغوطه جامد جدا عشان الوعد ده، وكمان احنا كنا موعدين مؤمن اللي هو اللي يدينا الكاس. طبعا دي كانت بالنسبه لنا كان ضغط جامد جدا، اللعيبه كانت شايلاه، عشان النهارده لما جبنا الجول الاولاني ممكن تراجعنا شويه، بس هم من كتر الخوف ان البطوله تروح مننا، بس انا بشكرهم ان هم كانوا رجاله النهارده على قد المسؤوليه،
واشكر طبعا الاداره وبشكر المدير الفني طبعا مستر بيسو طبعا عامل معانا الفتره اللي فاتت ديت شغله كويس جدا. وكمان عشان ادي بس اديله حقه اول ما جه واتكلم معانا في اوضه الاجتماعات سهل عليا حاجات كتير للناس اللي موجوده وسهل الكابتن سهل حاجات كتيره ان هو يبقى عارف قيمه النادي الاهلي وجمهوره وبطولاته والكلام ده كله. ما اتكلم مع اللعيبه اللي انت كنت محتاج تقول اللعيبه الكلام ده كله في الوقت ده بالذات ان كان في حاجات حصلت كده في الوقت ده. اما يجي مدير فني بتاعك بيدي للعيبه قيمه النادي يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه احسن نادي في افريقيا ونادي القرن والحاجات دي كلها سهل عليك كتير ان اللعيبه تصدق الكلام ده كله من شخص مسؤول او مدير فني. سهل عليا حاجات كتير طبعا. وطبعا اللعيبه اللي موجوده كانوا رجاله كلهم النهارده وبارك لهم وبارك للجمهور بقول لهم الف الف مبروك على البطوله التاسعه وان شاء الله مش هتبقى اخر بطوله وان شاء الله عندنا بطولات جايه وان شاء الله ربنا يكرمنا وبقول لهم الف مبروك ان شاء الله. بطولات جايه كتير يا محمد باذن الله. ودايما عارفين ان النادي الاهلي متعطش دايما البطولات. احنا أكيد. انا متاكد بكره كابتن سيد ومستمعني اقول لك اقفل الصفحه. لا فهمنا خلاص من بكره ان شاء الله اكيد ان شاء الله هنقفل ان شاء الله. من بكره نفرح النهارده وبكره ان شاء الله نروح تمريننا عادي ونفكر ان شاء الله في الماتشات الجايه ان شاء الله والبطولات الجايه ان شاء الله. دي سمه النادي الاهلي على طول يعني ان شاء الله. مستر مستمعني طبعا محمد بيتكلم من جانب مهم جدا الجانب الفني اكيد يعني مهم جدا لكن كمان الناس كلها بتتكلم على الجانب النفسي انك اتعاملت بشكل نفسي اكتر من رائع وده كان ليه دور مهم جدا جدا في تاهيل اللعيبه وكمان يعني استيعاب اللعيبه بشكل كبير جدا لطريقه لعبك والصوره اللي انت عايز توصل بيها لطريقه اللعب للنادي الاهلي. There's a saying that they say when you are in Rome, you must بالظبط زي ما بتكون في غرفه what the Romans do. وبتفكر بيحصل ايه اللي بيحصل حواليك لازم تكون مدرك اللي بيحصل حواليك. So you have to understand you come to a big club. لازم ما وصلت هنا لازم تبقى عارف انت وصلت نادي كبير. You come at the crucial point. وصلت في فتره حساسه. So you don't come with the biggest broom to sweep. فانت مش جاي معاك زي مكنسه كبيره عشان تنضف بيها. You step carefully. طبعا بتحط خطواتك بعنايه. And also observe the people. وبتراقب الناس المحيطين الموجودين معاك. And it's always good to have your eyes. وطبعا لازم تكون عينيك ears open. ودانك مفتوحه لكل اللي حواليك. But most important بس الاهم to respect the people. انك تحترم الاخرين. Respect the culture. تحترم الثقافه. Respect the religion. تحترم الدين. And show them that you are one of them. وتظهر لهم انك واحد منهم، تبين لهم انك واحد منهم. And accept you. وعشان يتقبلوك. And give them the vision and the plan. وتديهم الرؤية والخطة، خطة العمل. The confidence. الثقة. But everything must be. ولكن كل حاجة المفروض تتم. Realistic. بشكل عقلاني. Achievable. وبشكل يمكن تنفيذه. It must never be a talk, you know, sometimes. ما بقاش مجرد كلام فقط. في بعض الناس مجرد الكلام وتحط نظريات من غير ما تكون قابله للتنفيذ. And sell a dream that is not there. وتبيع الناس احلام صعبه التنفيذ، صعبه المنال. اهم حاجه تكون محدد. Show them that they are strength. وتوريهم نقاط قوتهم. Show them their نقاط قوتهم. ونقاط ضعفهم لعلاجها. But the most important thing for me. لكن اهم شيء كان بالنسبه لي. Was why did we take so long? What happened in the last seven السؤال years? إجابة السؤال ليه قعدنا فترة طويلة؟ قعدنا سبع سنوات عشان نحقق الكأس. ليه قعدنا سبع سنوات عشان نحقق الكأس؟ And I could see tonight. وشفت النهاردة بالليل خلال المباراة. 45 minutes. أول 45 دقيقة في اللقاء. My team was not sure about the game. الفرقة ما كانتش متأكدة، ما كانتش واثقة بالفوز بالمباراة. It's a normal feeling. وده طبيعي، ده شعور يعني طبيعي مقبول. They haven't won it for the last seven years. لأن لمدة سبع سنوات الأخيرة ما كسبتهاش خالص. You wasn't worried after 45 minutes. يعني أنا عايز أسأله إن هم بعد الشوط الأولاني ما كانش قلقان على المباراة. No, I was worried, but لا كنت قلقان بس. When you are flying the aircraft. لما تكون سايق طيارة تكون طيارة وقدامك تحديات.
you can't show people that you مش ممكن تظهر للركاب ان انت قلقان لان هم معتمدين عليك بيستمدوا ثقتهم منك. I let my captain speak to the players. سبت كابتن الفريق كابتن شناوي يتكلم مع اللاعبين وادهم كلمات قويه وفعاله. I stayed in the other room. وانتظرت في غرفه ثانيه بين الشوطين وسبت له مساحه ان يتكلم معاهم. Because they understand the culture, they understand him. لان هم الثقافه طبعا فاهمين الثقافه وفاهمين طريقه كلامه. انا بس دوري طيب ان بتكلم في الخطه احنا طبعا. برضو هنعرف مش هنعرف الشناوي قال لهم ايه بالظبط لكن هنعرف الدور اللي قام بيه الشناوي. كان ليه دور زي ما بنتكلم كابتن فرقه كابتن الفرقه ده داخل الملعب وخارج الملعب اعتقد بيبقى في ادوار خارج الملعب اهم كتير جدا من داخل الملعب فهنعرف برضو من الشناوي دوره خارج الملعب كان ايه. لكن معانا على التليفون طبعا السيد محمد كامل طبعا الرئيس التنفيذي لاستادات شركه استادات ولايف معانا على التليفون. مساء الخير يا استاذ محمد. يا مستر محمد يا مساء الخير يا كابتن هاني ازيك. الف مليون مبروك. انا عايز اقول لك الف مليون مبروك عليك وكل سنه كمان وانت طيب. النهارده يعني العيد عيدين طبعا عيد ميلادك النهارده وبيوافق كمان يعني مباراه تاريخيه ومباراه كبيره جدا وبطوله كبيره جدا للنادي الاهلي فبنقول لك الف مبروك وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليكم ومسي جدا يا كابتن هاني. عايز اقول لك طبعا عيد ميلاد صعب جدا بقى الناس كلها بتقول لك وانت مش عايز تسمع اي حاجه غير الماتش. فالحمد لله يعني الحمد لله مش عايز اقول لك قد ايه احنا النهارده فرحنا ودي اول مره على فكره في 19 انت عارف ايهاب قال لي ده وقت تاريخي يعني المكالمه دي للتاريخ فما قدرتش الصراحه استحمل كلام ايهاب مع ان انا مش عايز اتكلم ولا حاجه كفايه ان احنا نستمتع بكابتن سيد ومحمد وكابتن موسيماني يعني احسن مليون مره من اي كلام لانه نفسي بس كان الوحش احنا كنا عاملين زي بره. هما طبعا في الماتش على فكره بيبقى في شغلهم مشغولين جدا لكن احنا بره مش عايز اقول الناس كانت عامله ازاي وكلنا كنا عاملين ازاي. الحمد لله الحمد لله يعني ربنا كرم وكرم الناس كلها وبقيتنا النهارده فرحانين والواحد قد ايه سعيد دلوقتي انه شايفكم في المحطه منورين بالشكل ده. بس انا عارف انت طبعا اولا انا بشكرك الاول على تطوير قناه النادي الاهلي. كل الناس كان بتتكلم على قناه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكان دايما بيقول التطوير على مستوى المنشات وانت بصراحه مستر محمد عملت شغل اكتر من رائع على مستوى التطوير على مستوى المحتوى وفوز قناه النادي الاهلي باحسن قناه رياضيه فضائيه ده كل دوت يعني طبعا حضرتك على راسهم وكل المجموعه اللي قايمه على النادي الاهلي واكيد النهارده كنت لابس الفانيلا الحمراء وبتشجع بقلبك وبروحك وانت كمان يعني نقلت الصوره ديت على السوشيال ميديا. قول لنا احساسك برضو خلال ال 90 دقيقه كمشجع بقى كمشجع ومحب للنادي الاهلي. لا هو الشغل يا كابتن هاني بس في الاخر احنا عايشين في الاهلي رحنا روح الاهلي وعايز اقول لك ان انا يعني واحنا بنعمل المحطه بالجمال والحلاوه دي ما حدش فينا لحظات تخيل ان احنا الكاس الجميل ده هيبقى قاعد وسيد موجود وكابتن محمد يعني في اللحظات دي يوم ما كنا بنطور يا ريتنا كنا حاسين الاحساس ده. فالحمد لله الحمد لله الواحد يعني عاش اليوم النهارده الواحد فعلا كان مستنيه بقاله فتره طويله قوي. طبعا احنا كلنا منتظرين وكمان جماهير النادي منتظر كمان من التطوير الاكتر يعني ان شاء الله على مستوى طبعا استادات ولايف هتقدم ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله من خلال قناه النادي الاهلي ودايما في تطوير يا مستر محمد يعني فبرضه تقول لنا ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون فيها تطوير ايه والشكل الاجمالي ان شاء الله هيكون ازاي. بص ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. انا مش عايز اتكلم في اي حاجه والله العظيم يا كابتن هاني انا عارف جدا بالناس الموجوده عندك وعايز كل الناس اللي سهرانه النهارده وانتم سهرانه الساعه 3 الصبح مصر كلها بتتفرج على فتره النادي الاهلي بيتفرجوا على كابتن سيد وبيتفرجوا على الشناوي. انا عايز الناس تستمتعوا بده كده. انا بس بكلمكم اقول لكم الف مليون مبروك والحمد لله السادات النهارده ولايف في الليل سادات في الماتش عمل الشغل يجنن ودلوقتي لايف في سهره مصر كلها وعلى قناه النادي الاهلي الحمد لله وده كفايه جدا. وانا مش عايز اطول بس بيزا هاني يعني ربنا يخلي الشباب والحمد لله على كل شيء والف مليون مبروك.
طب اخر حاجه، انا سمعت ان يمكن من 4 ايام كابتن سيد عبد الحفيظ طلب يعني من طبعا العميد محمد مرجان انه يكلم حضرتك في حاجه، يعني في سر كده معين عايزين نعرفه. لا هو بص، عشان بس الناس كلها تبقى عارفه، كابتن سيد حضرتك بيحافظ على اللعيبه اعلاميا بشكل كبير جدا. طبعا الخناقات في المحطه كلها انت اكيد عارفها، احنا عايزين نجيب لعيبه موجودين على المحطه، فطبعا كابتن سيد يقول لا وكده. فجالي تليفون من كابتن من محمد مرجان قال لي بقول لك ايه، احنا محتاجين في خدمه وامر كابتن، قال لي احنا عايزين نتمرن في الاستاد على الملعب الرئيسي 5 ايام. قلت له يا لهوي، لا هو 5 ايام قبل الماتش ده فرابي يعني، ده انت تنوره اللي انت عايزه يا كابتن سيد يا كابتن مرجان مش ممكن يعني. قال لي بس عندنا شرط. قلت له تحت امرك. قال لي مفيش ولا محطه تخش. قلت له لا يعني انت بتهزر، عيب عليك، مفيش ولا محطه تخش طبعا. قال لي ولا قناه النادي الاهلي. قلت له ازاي بس، يعني هيبقوا عندنا في النادي الاهلي والقناه بتاعتنا ما تخشش؟ قال لي بقول لك ده تعليمات كابتن سيد عبد الحفيظ. قلت له والله كابتن سيد طول عمره بيستجاب التعليمات دي، قاسم قافل على الفرقه. فطبعا الناس كلها لو جماهير النادي الاهلي تاخد بالها، احنا اخر 5 ايام ما كناش التمرين في النادي الاهلي ما كانش في الباس تماما، لانه سيد عبد الحفيظ قافل على الفرقه ومفيش ولا محطه ولا موبايل ولا تيك ولا اي حد، ولا كانت تقريبا الناس عارفه الفرقه بتتمرن فين. فالبيس كان يخش يعني على المتغطي ويخرج على المتغطي من غير ما حد ما بيحس. لا طبعا يعني دوت يمكن كابتن سيد بيقوم بدور اكتر من رائع، وطبعا وكمان مستر محمد بتقوم بدور اكتر من رائع، ودايما بتتفهم طبعا كل الاجراءات اللي بيقولها كابتن سيد بتتفهمها بشكل جيد جدا. فبنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني في تطور مستمر باذن الله. محمد كامل بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. يا محمد. يا كابتن. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. احنا وقفنا طبعا موسيماني قال انك كان ليه دور مهم جدا ما بين الشوطين، يعني بعد نهايه الشوط الاولاني مثلا موسيماني بيقول هو ادى الكابتن 10 دقائق يتكلم فيهم، هو اتكلم في جزء تكتيكي شويه، لكن كان الدور الكبير عليك يا محمد. مفيش، انا دخلت بين الشوطين طبعا يعني كلمت مع اللعيبه يعني بشكل اتكلم طبعا يعني مش هينفع يتقال، بس بلغه الكره شدتهم يعني شدتهم شويه وبتاع. احنا لعبنا 2 نهائي قبل كده وكل واحد بيفتكر بعد ما المباراه بتخلص احنا بنبقى قاعدين ازاي. احنا قدامنا 45 دقيقه الاولانيه خلاص خلصت من ساعه خالص، احنا عندنا 45 دقيقه تانيين لازم نفكر في ال 45 دقيقه نعمل فيهم ايه، لازم نطلع كسبانين، مفيش حاجه اسمها نطلع غير اللي احنا نكون كسبانين. اتكلمت معاهم بشكل كده، هم كلهم اخواتي طبعا وكلهم عشان كده يعني احنا قريبين من بعض جدا كسن وكلاعيبه وقريبين من بعض جدا، عشان كده انا يعني هم بيستقبلوا مني الكلام كويس طبيعي. جدا بس طبعا يعني كمان اللي يعني تعبان معايا برده في الموضوع ده كله برده ايمن اشرف وسعد برده متواصلين مع اللعيبه. احنا حتى وليد سليمان شفناه من خلال اتصالاته طبعا. طبعا وعلى طول بيبعت لنا على الواتساب على الجروب بتاعنا، بصراحه يعني احنا كنا مفتقدينه بس الحمد لله وان شاء الله يقوم بالسلامه، واحنا برضو كلمنا على طول وبعتنا له. بس بصراحه قايمين يعني اللعيبه كلها الفتره ديت بصراحه بقى لها فتره كبيره كده قريبين من بعض يعني زي الاخوات بالظبط، ما فيش حد يعني زي بيقولوا انا كابتن وكل حاجه، بس انا في الاول وفي الاخر اخوهم الكبير، هم كلهم اخواتي. اي حد عايز اي حاجه بتكلم معاه كله بيتكلم وكله احنا بنسمع وبنسمع اي حد بيتكلم، وفي الاخر بنتناقش ونوصل لحل معين ونوصل في الاخر حل كل واحد بيتكلم فيه. الامور ماشيه كويس يعني لما اتكلمت معاهم انا كان الحلم والعهد اللي احنا اتكلمنا فيه مع الجمهور ده اللي انا وصلته لهم للعيبه بين الشوطين، عشان كده اللعيبه اتفهمت الموضوع والحمد لله. كابتن طبعا مستر بيسو طبعا دخل اتكلم في فنيات ونزلنا الحمد لله الشوط الثاني زي ما حضرتك شفت كنا كويسين الحمد لله خدنا، وهي دي عاده النادي الاهلي عشان كلنا بنشتغل كعيله. كابتن سيد متعودين واحنا صغيرين ان النادي الاهلي بيشتغل كعيله، وان كابتن الفريق حتى لما بيكون قائد وممكن يعنف لعيب ممكن يشد لعيب بيكون في تقبل للكلام دوت، فده مهم جدا. لكن هرجع كمان لدور كابتن سيد الاداري، ومن خلال المستر محمد كامل ما قال انت حسيت ان احنا فعلا اللعيبه محتاجه انها تتقفل عليها بشكل يمكن اكتر شويه من الفترات اللي فاتت، لاهميه مباراه لاهميه المباراه التاريخيه ديت، للاجواء المحيطه اللي انت خفت اللعيبه تخش في اجواء تخرجها شويه التركيز. بص يمكن طبعا يمكن خلال شغلك الاداري عامه في مفهوم الواحد بيشتغل بيه اللي هو ان انت بتحط اجواء صحيحه او سليمه للجهاز الفني،
واللعيبه ان هم يبقوا مرتاحين مبسوطين، بتحاول تعمل طاقه ايجابيه حواليهم. لكن برضو عشان ما نعديش الخطوه دي، لان هي البطوله الاقوى والاعظم والاكبر. يعني عايز اتكلم على الراجل نفسه طبعا. يعني الراجل من عاده الواحد اشتغلت مع مدربين كتير، لكن هو كمان سهل لك الدنيا خالص على الاخر اول ما جه. يعني معرفته باللعيبه وامكانياتهم وتواصله معاهم وطريقه تعامله مع اللعيبه، الرصيد اللي بيعمله عند اللعيبه ده مهم جدا جدا عند المدير الفني. هو عامله بشكل رائع جدا. يعني من اول ما كانت فكره كابتن محمود الخطيب التعاقد مع موسيماني والدخول بشكل سريع، خلي بالك هو جاي يوم 2/10. ده يحسب للمجلس الاداره طبعا كابتن سيد، ويحسب للكابتن محمود الخطيب ان احنا ما حسيناش او الجماهير ما حسيتش ان في جاب ما بين انتقال لعيب او مدرب، معرفته وجود مدرب على مستوى الاجواء. هو جاي يوم مسك اول تمرينه كانت يوم 2/10 بالظبط. يوم 4/10 كان عندنا ماتش المقاولين على فكره صحيح. يوم 7/10 كان عندنا انبي، يوم 11/10 كان عندنا بيراميدز، يوم 17/10 كان عندنا الوداد. انت بتحضر لحاجات في فتره قليله جدا، بتعمل رصيد جامد جدا. لما تيجي تتكلم مع اللعيبه دلوقتي ولا حاجه تحس ان هو معاهم بقاله مثلا 4-5 شهور صحيح. وده ذكاء يحسب له يعني جزء كبير جدا من البطوله يتحسب له. الدوافع اللي عملها اللعيبه الكبيره بشكرهم دايما جدا، الوقت اللي انت كمان بتعمل فيه شخصيه الاهلي. انا مش عايز اتكلم كتير لان هم يستحقوا، سواء كان راجل او شناوي فرصه عندهم اكبر، لان هم اللي تعبوا اكتر. انت بتهيئ الاجواء الصحيحه ليهم كل حاجه، لكن هم اللي هم الحق صراحه، يعني ان هم يفرحوا بالكاس ديت والبطولات اللي جايه كمان، لان من بكره هتبدا تحضر للكاس. بس عايز اقول جمله، يعني صحيح كره القدم غداره، لكن من عداله كره القدم انها بتديك فرصه للانتقام. يعني بيبقى من عدالتها ان انت بتدي لك فرصه كمان ان انت تقابل فرق معينه، يعني كان ليها عندك يعني موقف قبل كده ولا حاجه، فبتدي لك فرصه ان انت مش عايز اقول رد الاعتبار ولا حاجه، لكن فرصه ان انت تثبت او تعدل الامور. لعبنا صن داونز لان كان عندنا بينهم وبين بيننا وبينهم حاجه صحيح. فخدناها السنه دي صحيح. الدور اللي بعده كان ربنا بيدي لك الماتشات ورا بعض كده. الوداد كان عندنا حاجه بينهم مزبوط. يوم 17 وبعد كده الزمالك كان عندنا السوبر من 3-4 شهور وما كناش عارفين نعيش يعني. فالحمد لله جات لك بطوله اكبر كتير جدا جدا صحيح. مما تتخيل. فمن عداله كره القدم انها بتدي لك فرصه ان انت ترد الاعتبار او الانتقام من صح التعبير. صحيح. الريفنج موجود في الكوره، بتبقى موتيفيشن ليك وموتيفيشن للعيبه، وبتحمس اللعيبه ان احنا ممكن يكون اخفائنا في مباراه، لكن احنا المباراه اللي جايه لازم نعوض، ودي اكيد عاده النادي الاهلي. اروح لمستر موسيماني. وجود النهارده الرئيس يعني الرئيس صن داونز كان متواجد في المباراه، وكمان رئيس الاتحاد جنوب افريقيا كان متواجد ايضا في استاد القاهرة. ومن خلال رؤيتنا اللي فاتت ان في ناس كتير جدا جدا في ساوث افريكا سبورتنج موسيماني، وكمان بقوا مشجعين للنادي الاهلي. بالفعل بدأت من بلدي في جنوب افريقيا. اعتقد من نصف نصف على جماهير صن داونز ما بين صن داونز اصبحوا جماهير النادي الاهلي، لان علينا علاقات جيده بتجبرنا بالنادي الاهلي في نادي صن داونز. يعني احنا اخرجنا النادي الاهلي من بطوله افريقيا قبل كده، والاهلي اخرجنا برضو بدوره بعد كده. And the game was played in good spirit. والمباراة اتلعبت بروح كويسة. On the two games. بأجواء كويسة. المباراتين سواء الدول اللي خرجناه فيه أو اللي خرجونا فيه. ولعبنا كويس. وأعتقد إحنا المفروض بنرجع الفوز لجنوب أفريقيا بوجود المدربين. وكرة القدم لازم تلعب بروح كويسة وباحترام بعيدة عن النتائج. وده بيخلق أجواء ما يتفاهم بين الفريقين. حتى جماهير النادي الأهلي بتكون موجودة. لما راحت زاوية نادي صن داونز أثناء المباراة ما كانش في مشاكل بين الجماهير خالص. حتى هنا جماهير جنوب أفريقيا أعتقد هنا في روح كويسة بين الجماهير، وفي علاقة جيدة جدا، علاقة قوية بين البلدين، والعلاقة بقت أقوى وأقوى من الأول بسبب كرة القدم. لكن بمنتهى الأمانة نحترم الأهلي في جنوب أفريقيا، وعارفين كنا عارفين طبعا طول عمرنا الأهلي مين، حتى من اللي لعبنا قدامه عارفين قيمة نادي الأهلي. لما كان سيد أبو حفيظ وأبو تريكة وائل جمعة كانوا بيلعبوا عارفين قيمة اللعيبة نجوم نادي الأهلي.
What happened to Ali in the Champions League in the وكنا بنسأل ايه اللي بيحصل للاهلي في اخر 10 سنوات في بطوله افريقيا ليه ما بيكسبش. كنت متسائل اسباب يعني هو عارف قوه النادي الاهلي كان بالنسبه له كان علامه استفهام شويه ان غياب هذه البطوله الكبيره عن النادي الاهلي لمده 7 سنين بالرغم طبعا وصول النادي الاهلي ثلاث مرات للنهايه يا كابتن سيد صحيح؟ صح. Yeah, well, I don't know what happened, but مش عارف بالظبط ايه اللي كان حاصل بس we had to change some things. لكن كان لازم نغير حاجه. And this is what I told the players. وده اللي قلته للاعبين. I said قلت we need to do something different. محتاجين نعمل شيء بشكل مختلف على اللي كنا بنعمله في السنوات اللي في السبعه الاخيره بشكل افضل بشكل او نعدل من حاجه بنعملها ونغيرها. نغير حاجه وطبعا التغيير ما بيكونش سهل التغيير بيكون صعب. قلنا يبقى لازم نعمل حاجه بشكل مختلف على اللي كنا بنعمله السبع سنوات اللي فاتت عشان نحقق اللي حققناه السبع سنوات. وكمان اكيد الموضوع التشينج او التغيير بيحتاج كمان وقت شويه ما فيش تغيير بيحصل في وقت قصير رغم كده شفنا تغيير على مستوى الاداء بشكل جيد جدا شفنا كمان تغيير على مستوى علاقه اللعيبه مع بعض وعلاقه اللعيبه مع المدير الفني الجديد كمان على في وقت قليل جدا قدر يكسب احترام اللعيبه بشكل كبير يا محمد حضرتك انا بدات في الاول كلام كابتن هاني قلت الراجل من اول ما جه ساعدني جامد جدا لما كان بيتكلم عن النادي وبيتكلم على بطولاته وبيتكلم عن الحاجات دي اللعيبه كانت محتاجه ده استحتاج من واحد يعني من بره النادي يعني جاي مدير فني بيتكلم عن النادي كده اللعيبه كانت يعني كانت احنا كنا محتاجين ده لما جه يتكلم عن النادي وبطولاته وقيمته في افريقيا دي سهلت عليا كتير لما تيجي تتكلم مع اللعيبه وتتكلم على النظام اللي احنا ماشيين عليه طبعا السنين دي كلها يعني مع الاجيال اللي فاتت وكلها طبعا نظام والكلام ده كله هو الراجل جه يتكلم فيه لوحده يعني هو جه يتكلم فيه يعني عارفه قبل ما يجي عارف قبل ما يجي واتكلم في الحاجات دي كلها واتكلم في اللي احنا لازم نكون قريبين من بعض ولازم نكون يعني زي الاخوات في الملعب ومفيش حد يتكلم مع حد غلط كل الناس بتغلط دي كره قدم يعني دي كره قدم اي حد بيغلط اي حد دي كان ده احنا كنا محتاجينه واللعيبه فهمت ده كويس وانا كنت بكلم مع اللعيبه انا وايمن ووليد وسعد والسولية اللعيبه الكبار عامه طبعا والكابتن سيد طبعا كان برضو بيعمل حاجات من يعني على طول بتكلم معاه وعلى طول بيوجهني طبعا اول ما خدت القياده طبعا هو قعد معايا واتكلم معايا في الحاجات ديت واديتها للعيبه واللعيبه حتى اللي جايه جديده بتاخد الكلام ده وبنتكلم معاهم واحده واحده يعني احنا في الوقت ده كنا محتاجين حد يجي يتكلم ويفهم اللعيبه دي اللعيبه صدقت ما بتصدق خلاص انت توصل المعلومه نزلنا نشتغل خلاص احنا عندنا شغل بس ننفذ الشغل في الملعب بس خلاص واللعيبه كلها بصراحه يعني كانوا رجاله والفتره اللي فاتت دي كلها حتى لاحظت الفتره اللي فاتت دي كلها الاداء كان متغير جدا صحيح. كان في مشاكل في الاول الحمد لله يعني خلصنا منها الحمد لله وان شاء الله اللي جاي يكون احسن يعني ان شاء الله محمد شاء الله. كابتن سيد كنت بتتكلم في تحديات خلينا نتكلم ده كان موسم استثنائي بشكل كبير جدا استثنائي على مستوى طبعا فيروس كورونا استثنائي على مستوى انتظام يعني انتظام الدوري تاني او عوده الدوري المصري كمان كان في تحدي على مستوى الاشاعات والسوشيال ميديا وتحيات كتير جدا جدا ازاي انت اشتغلت على الملف ده وبدات تعمل البالانس انك محافظ على لعيبتك بشكل كتير جدا ما تدخلهمش في هذه الدوشه زي ما بيقولوا و على الجهه الثانيه بتحارب وبتحارب بشكل اكتر من رائع في جبهه التحديات والمواجهات اللي واجهت النادي الاهلي. بص انا دايما براهن على الاستقرار الداخلي طول ما اللعيبه عندك قريبين من بعض وعلاقتهم كويسه ببعض وشخصياتهم قويه تقدر تستحمل اي ضغوط وتقدر تستحمل اي ردود افعال مفيش مشكله خالص يعني انا مش بقول ان يعني ان انت مجرد من الاحساس او مجرد من ان انت ما عندكش ضغوط ولا حاجه او ما بتقرا حاجه ما بتعجبكش ما بتتاثرش بشكل معين يعني لكن انا بحاول افصل ده انا على المستوى الشخصي انا ما عنديش اي حاجه على السوشيال ميديا خالص لا عندي فيسبوك ولا عندي انستجرام ولا عندي حاجه على تويتر ما عنديش حاجه خالص مش بقول ان ده غلط لكن انا ما بحبش اخد قرار بناء على ضغط معين يعني ولا حاجه الموسم اللي احنا فيه الحمد لله رب العالمين احنا دلوقتي متواجدين بثلاث بطولات السوبر في بدايته اللي كان 3-2 برضه مع نادي الزمالك وكان دوري العام وافريقيا والدوري العام بارقام كويسه وقدرك يعني ان انت من بكره
فرحانين جدا وسعداء جدا ويعني زيطين من الفرحه زي ما بيقولوا. كل مصر يعني عندها البطوله دي تحديدا يعني. وليه البطوله دي تحديدا؟ البطوله دي تحديدا لان احنا اول مره نلعب 15 ماتش في البطوله على فكره. صحيح. يعني دايما بنلعب 12 14 بداناها من شهر 8 تخيل. يعني المباراه دي البطوله دي بدات من شهر 8 السنه اللي فاتت. المباراه تطلع بره سنه وثلاث شهور. ف البطوله دي مع نادي الزمالك تمام يعني نهائي ما بيتكررش كتير. اول مره في تاريخ القاره. صحيح. ان يبقى ناديين من بلد واحده. صحيح. يعني في الدوري ممكن تقول لو كسبني المره دي اعوض بكره، اعوض السنه الجايه، اعوض ما اعرفش ايه. لكن لو خسرته ده تاريخيا وذهنيا نفسيا عند جماهيرك دي كانت اكتر حاجه شغلاني واكتر حاجه ضايق يعني قلقاني ان انت تخسر لقب من غريم تقليدي عندك منافس. على فكره هم قدموا ماتش كويس قوي النهارده. ماتش كويس من حق جماهير النادي الزمالك انها تفرح بفرقتها يعني. أيه. تمام. لكن احنا كمان يعني قدمنا ماتش كويس كل حاجه وكنا اقدر على مستوى الارقام. تتخيل ان انت البطوله دي احنا جايبين 36 جول ما خسرناش غير ماتش واحد بس. أيه. عدلنا 3 وكسبنا 11 مباراه وتعادلنا 3 مباريات وخسرنا مباراه مع النجم بس على ايام بوند الله يمسيه بالخير. فانت يعني الاقدر بيها. الازمات اللي بتعدي اكيد احنا مش عايشين في المدينه الفاضله، اكيد عندي ملاحظات في شغلي، اكيد في حاجه ممكن ما تعجبش الناس، اكيد ممكن ما تبقاش على هوا حد. وما بزعلش من الانتقاد ولا حاجه، ممكن التجريح في بعض الاوقات كده او الحاجات الشخصانه. وانا يعني برضو على مش غير من دماغي واسلوبي. النتائج ربنا موفق صح. بيها خلاص يبقى انت ماشي صح. ربنا مش موفق بالنتائج والله الا الوكيل لو معاك اعلام البلد كله، بس نتائجك وحشه محدش هيرحمك لان انت وراك جمهور. انت نتائجك كويسه واعلام كله مثلا ممكن يبقى بيصطاد لك حاجه او بيستنى لك حاجه، مفيش مشكله برضو لان هو في الاخر بيأدي شغلهم يعني. صحيح. انا يعني برضو هرجع اقول لك دول اكتر يعني الراجل ده اكتر والشناوي اكتر. المنظومه كلها يا كابتن سيد بصراحه دايما بنربط احنا النجاح ما بنربوش بحلقه واحده، هي دايما الحلقات من مجلس اداره، من حل مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب ملف الكورة بشكل أكتر من رائع في أوقات صعبة. يعني أنت أنا آسف أنا أقطعك بس هقول لك من الحاجات اللي بتكتب على النادي الأهلي. يعني أنا عندي مثلا الساعة 11 الصبح اجتماع في اتحاد الكورة عشان الموسم الجديد والكاس وهوا. يعني أنت خلاص بعد 6-7 ساعات أنت بتفصل على حاجة وبتحضر طبعا لحاجة تانية. بطولة الكاس قد يكون شايفها البعض انها بطوله اقل من افريقيا بكتير جدا جدا، لا تساوي اساسا. يعني احنا بنلعب دايما على البطولات الكبيره دوري كافريقيا، لكن بالنسبه لنا برضو مهم بطوله طبعا. فهتحضر لها. هو ده قدرك بقى يعني، فبتشتغل على طول اليوم بيوم. صحيح. انا بتكلم هي دي في ملفات واروح بيها لمستر موسيماني، وفي ناس كتير مستر موسيماني بتطلق على المباراه النهائيه المباراه التي تكسب ولا تلعب. هل ينطبق على المباراة النهاردة انك فعلا احنا ده هو ده الاساس، انك كابتن سيد بيتكلم على مباراة تاريخية على مستوى الاتحاد الافريقي او التشامبيونز ليج الافريقي، اول مرة تحدث فرقتين من نفس البلد على مستوى المنافس، طبعا منافس تقليدي للنادي الاهلي، فعلى مستوى البطولات اللي اتكسبت من هذه المباراة بانك هتروح كاس العالم للاندية وتلعب السوبر الافريقي. فهل مستر موسيماني شايف هذه الجملة تطبق على مباراة النهاردة؟ Yeah, I had a talk with Captain Bibo. كان ليه حديث مع الكابتن الخطيب. He cares about the team a lot. وبيهتم جدا بالفريق وبيعتني بيه. So he spoke to me about اتكلم معايا understanding the games between حاول زمالك مدى التفاهم للمباريات بين الاهلي والزمالك بيبقى شكلها ازاي. I told him that before I came وقلت له قبل ما اجي هنا قبل ما اجي مصر I saw the last two games of شفت Ali. اخر ماتشين للاهلي قبل ما ابدا اول ماتش الايام and I watched them from by streaming in South Africa وشفتهم من بعيد شفتهم على الانترنت في جنوب افريقيا عشان عندي خلفيه فنيه على الفرقه ايه وايه اللي حصل. So I watched the two games of Zamalek and Ali. شفت اخر مباراتين الاهلي والزمالك 3-1 مباراه خسرنا فيها 3-1 and the one we lost in penalties والماتش الثاني خسرنا بضربات الجزاء and both games we played والمباراتين لعبنا كويس جدا الاهلي لعب كويس جدا we lost the games لكن خسرنا المباراتين that's true and the history says
والتاريخ والتاريخ هيتقال ان احنا اتغلبنا من الزمالك اخر ماتشين. Yes, we didn't play very well this time. احنا ما لعبوش كويس قوي الفتره دي. شناوي will tell you, I told them at after. كابتن شناوي ممكن يتكلم معاك ويقول لك انا قلت له انا عارف ان احنا ما لعبناش كويس. I know it's a difficult game for us. وانا عارف الماتش صعب بالنسبه لنا. But we need to change. لكن لازم نغير التخطيط خطه اللعب. Because we allow them too much on the ball. عشان احنا كنا سيبناهم يستحوذوا كتير الكوره الكوره. Played up front, I told them. فاللعب قدام اضغط لقدام ما تقلقش اطلع قدام زيد ما تطلعش قدام ما تتقهقرش العب لقدام. احنا كنا متاخرين شويه في الشوط الاولاني كنا بنلعب لورا وطول لا اضغطوا ما يهمكوش معظم اللعب بيلعب من وسط الملعب بتروح بتقابل لعيبه الخصم. قلت له لو خسرنا نخسر مش مشكله بس نلعب بطريقه مختلفه في الشوط الثاني. انا عارف ان الروح موجوده عند اللاعبين لكن طبعا انا برضو بتعصب وطبعا انا برضو بتعصب زيهم. اتكلم فيه انه كمان ممكن واتكلمت فيه مع محمد لانه كان جوه الملعب ان بعد احساسك انك كسبان 1-0 بدا نوع من انواع التوتر انك شويه عايز تحافظ على الهدف بشكل او باخر وبالتالي بدات مساحات تظهر وبدا نادي الزمالك يستحوذ على الكوره بشكل اكتر يعني. Yeah, but we did a big homework on Zamalek. بس اشتغلنا كويس ذاكرنا الزمالك كويس جدا. And the first half looked like we didn't do it. واول شوط حسيت كاني ما اشتغلناش على الزمالك ولا درسناه خالص. Football is a very funny game. وده كره القدم لعبه كويس لعبه ظريفه. We checked the two games. يعني اعتقد بنتفرج على ماتشين الزمالك وبنشتغل باستمتاع. وقلنا اتفرجنا على ماتشين الزمالك مع الرجاء. الرجاء the first game and the second game. وشفنا ايه اللي حصل من الرجاء في الشوط في الماتش الاول والماتش الثاني. All the clips from Zamalek. شفنا كل لقطات نادي الزمالك والاهلي في الدوري. Two games. Yeah. Two games. مباراتين. About five, six games. اعتقد 5-6 ماتشات كان محتوى كبير جدا اللاعبين ذاكرنا كويس جدا واتفرجنا على لقطات فيديو كتير عشان بعدها خلفيه عن الزمالك بيلعب ازاي. احنا خسرنا من الزمالك الماتشات اللي فاتت عشان حسينا ان احنا اعلى فنيا وما اهتمناش بنتيجه بقدر ما اهتمنا باللعب. لكن ما نقدرش نقول ان احنا عايزينهم يلعبوا احسن مننا وهنكسب. Better, لا بس نحاول ندافع بصراحه نحاول ندافع افضل عشان ما يدخلش فينا اهداف. اعتقد دخل فيها 3000 8 او 9 ماتشات وجبنا جوان كتير نسبه تسجيلنا اكتر من نسبه دخول اهداف فينا. ولما كنت موجود هنا كنا بنسجل لما كنا بنبدا الاهلي بيبدا بتسجيل ما خسرناش ولا مباراه. واحنا مش عايزين برضه نخسر اي مباراه. But it's confident. وانا كان عندي ثقه ما اقدرش اقول لك كنت متاكد ان احنا مش هنخسر بس كان عندي ثقه ان احنا مش هنخسر. وكنت عارف ان احنا ما كناش محتاجين فرص كتير عشان نكسب الزمالك في المباراه دي. وجات لنا فرص لحقت لها فرص قليله بس فرص خطيره وقتلنا الماتش. وده اللي كنت بتكلم عنه. وبرده هراجع مع الشناوي اتذكر في المباراه بتاعت نادي الزمالك 3-1 ان النادي الاهلي في هذه المباراه جاله 5 فرص احرز هدف واحد منهم 2 في العارضه ونادي الزمالك يعني اربع فرص احرز 3. فهذه المباريات بتحدد الاقل اخطاء والاكثر استغلالا للفرص. Yeah, but it teaches the game of football. Sometimes you play very well. لكن ده كرة القدم ممكن تلعب كويس جدا. وخسرت بقى اخر مرتين من الزمالك. ما لعبت يعني. But we lost. We won tonight. يعني النهارده ما لعبناش كويس جدا بس كسبنا والكسب ده. المباراة الأهم يعني دي المباراة الأهم الحمد لله. الماتش الجاي هنحاول نلعب بطريقة الأهلي بأسلوب الأهلي الاستحواذ ونمسك الكورة والتمركز بتاعنا يبقى كويس. النهارده بصراحة My possession went away. يعني الاستحواذ بتاعي ما كانش بالشكل اللي عايزه حتى ده قلت فين في الايتي ايه اللي حصل في الايتي بس رجعنا في المباراه وكسبنا. كلنا يا محمد برضو كنا بنتكلم ان يعني ان حتى بطوله الدوري كانت طبعا لمؤمن واي جون النادي الاهلي بيحرزه كان كل اللعيبه بتساند مؤمن بشكل كبير جدا والنهارده كمان مؤمن كان موجود في الملعب بشكل اكتر من رائع. فيعني ده احساسكم بمؤمن وبتوصله وانت قلت لي حتى قبل ما نخش هوا كنت بتكلم اللعيبه لا يا رجاله احنا لازم كمان نكسب عشان خاطر عشان خاطر مؤمن زكريا طبعا ودي طبعا صوره اكتر من رائعه طبعا تقبيل كابتن محمود الخطيب القيمه والقامه والاسطوره طبعا لراس مؤمن زكريا فدي صوره كمان تعكس قيمه النادي الاهلي واللي عايز يعرف النادي الاهلي يبص على الصوره ديت.
لا طبعا احنا بقالنا يعني مش من الاسبوع ده، لا احنا بقالنا من ماتش الوداد التاني اللي احنا خدناه، احنا كنا موعدين مؤمن ان احنا ناخد البطوله، هو اللي يرفع كاس معانا، ان هو كان واحد مننا من الفرقه، وكان مؤثر جدا معانا ومن اللعيبه الجامده جدا، ويعني بيقولوا عليه يعني في الملعب اللعيب الذكي اللي هو بيتوقع الكوره ازاي وبيجيب جوه ال 18 بيعرف يجيب اهداف. احنا طبعا مفتقدينه وان شاء الله يرجع بالسلامه ويرجع لاسرته بالسلامه والجمهور كله. طبعا لما كنا بنتكلم مع اللعيبه هو مستر بيس طبعا كان بيتكلم ان هو الاستحواذ والبتاع، لا هو على طول واثق في الفرقه بتاع يعني واثق في الفرقه جامد جدا وبيدينا الثقه دايما. وهو اتكلم في المباراه ديت ماتشات الكاس بالذات ان ده ماتش كاس، يتكلم ان احنا اهم حاجه عندنا المكسب، ان ده كاس صحيح بطوله تكسب، بس اهم حاجه تعمل التكتيك اللي انا بقول عليه. احنا النهارده ممكن عشان جبنا جون الاولاني في اول 5 دقائق اللعيبه قلقت على البطوله وخوفنا ممكن ترجعنا شويه، بس الحمد لله رجعنا الشوط الثاني ونفذنا الكلام اللي قال عليه الكوتش، والحمد لله ربنا ادانا التوفيق ان طول من ماتش الوداد لغايه الماتش بتاع النهارده اللعيبه كانت مركزه جدا وعينها على البطوله، وكلهم على طول بيتكلموا في الاوضه وبره الاوضه وفي كل حاجه بيتكلموا على دي البطوله. كمان الصوره قدامنا طبعا دي صوره بتقابل طبعا الكاس وبتهديها يعني بتديها كمان لمؤمن يعني. طبعا مؤمن. كنت بتقول له الشناوي وانت بتدي له الكاس؟ بقول له وعدتك، كنا هو جالنا في النادي وعدتك قلت له انا ان شاء الله اللعيبه دي هتجيب لك الكاس ان شاء الله وهترفعها ان شاء الله يوم النهائي وهتكون موجود. كنت بقول له وعدتك ونفذنا الوعد واللعيبه دي نفذت الوعد بتاعك وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه وتكون احسن من الاول ان شاء الله. ان انا مؤمن، مش تعبتش معاه في الفريق الاول بس، مؤمن معايا من الناشئين. راضي معاك؟ طبعا ايام الناشئين والاستراحه يعني هو بالظبط زي اخويا بالظبط. الواحد يعني اشوف مؤمن في الحاله دي، الواحد الجمهور يعني الشعب كله طبعا تاثر بالموضوع ده، وانا بقول له ان شاء الله ترجع بالسلامه ووعدناك اللي احنا خدنا البطوله وفرحت النهارده وفرحنا الجمهور وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. يرجع لنا بألف سلامة طبعا سلامة. ويمكن كابتن كمان على مستوى مجلس الاداره كنا شفنا كتير جدا سبورت المؤمن بشكل كبير جدا، ووجود كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره ومع مؤمن في النادي، وكمان يعني ده النادي الاهلي يا كابتن سيد، ان حتى يعني ماشي مؤمن ياخد كل عقده يعني الحاجات ديت بصراحه ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي، والاهلي وانا واحد متربي في النادي الاهلي بحس بقيمه النادي الاهلي اكتر كمان وانا بره يعني. ويمكن كابتن سيد انت كمان متربي في النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي، الولاد الصغيرين وموسيماني مستر موسيماني كمان من الحاجات الايجابيه انه مطلع ولاد صغيرين كتير، هو اكيد على الجانب الفني بيشتغل معاهم لكن كمان على الجانب الاداري وعلى جانب معرفه قيمه النادي الاهلي انت كمان ليك دور يا كابتن سيد. بص انا بقالي دلوقتي 31 سنه ونص 31 سنه ونص في النادي الاهلي من 13/6/89 قبل ما اعدي حته مؤمن دي، بس يعني دايما علاقتنا باللعيبه بتبقى علاقه فيها احترام واحتراف في نفس الوقت، يعني علاقه فيها احترام شديد قوي، وانا مؤمن ان اي انسان في الحياه يعني مهم قوي ان يبقى بيني وبينك رصيد. صحيح. يعني انا ليا رصيد عندك في حاجات في مواقف مش شرط تكون ماديه، يعني بلغه العصر هي كلها بقت ماديه. لا في مواقف ما تبقاش حتى ماديه، بس لازم اكثر قيمه كمان بيني وبينك رصيد. في جنبك في حته معينه في موقف معين بطريقه معينه، فالرصيد ده بحتاجه في يوم من الايام فبلاقيه عندك. صحيح. اوكي يمكن انا كنت متفق مع مستر بيتش من 3 ايام كده، ولسه قايل لمؤمن قبل ما نخش هوا على طول، لسه مكلمني قبل ما نخش هوا على طول ان احنا نروح نتعشى عنده، يعني شو. من قبل الماتش ب3 ايام كنا بنتكلم انا وهو، فقلت له مؤمن مستنينا وكده، وهو راجل مرحب جدا، بس كان ضغطه المباريات اللي كانت ورا بعض في الفتره اللي فاتت ديت، لكن ان شاء الله الرحمن خلال اخر الاسبوع كده هتعشى انا وهو باذن الله عند مؤمن ان شاء الله. مهم جدا، وطبعا شنو مش هيجي معانا لا ماشي ما تعرفش عند شنو بعديه على طول تنوروا تنوروا انت تاكل ايه يا شن؟ قول اي حاجه يا كابتن والله تدوس في اي حاجه لا قدامك يومين بس تدوس بعد كده لا ما فيش والله خلاص يا كابتن خلاص ما عادش في بكره بقى ان شاء الله بقى يعني نركز على طول بقى في الماتش اللي جاي ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله. هرجع لمستر موسيماني، شفنا في الفتره الاخيره في تصعيد عدد كبير من اللعيبه الصغيرين يمكن ما كناش شايفوه في النادي الاهلي بقالنا فترات طويله، وفي لعيبه كمان عن اشتركت في مباريات رسميه
رؤيتك للولاد الصغيرين ورؤيتك في اعطاء الفرص لولاد النادي الاهلي او من قطاع الناشئين خلال الفتره اللي جايه. فعل for the last I think for the last four weeks اعتقد في اخر اربع اسابيع we've heard about 15 players 15 لاعب playing in the junior national team every day كانوا بيلعبوا مع الناشئين مع منتخب الناشئين منتخبات الناشئين لعبوا معانا واتمرنوا معانا اولا this game that you played عشان طبعا ندير ونشتغل على الماتشات اللي جايه ونركز عليها lot of injuries هناك عندي اصابات كتيره فبنحاول نعوض وفي لعبات ماتشات دوليه لاعبين راحوا مع منتخبات وبسبب الاصابات زي ما قلنا وعشان برضو اللعيب غاب بسبب الكورونا فيروس الكورونا وكان عندنا ماتشات الكاس فكان لازم نديرها فنيا نحاول نلعب وكان عندنا ماتشات الدوري طبعا حتى لو كنا كسبنا الدوري من قبل ما اجي من الاول ما كنتش بعد ما جيت مش عايز اخسر ولا مباراه في الدوري لان مهم بالنسبه لي ان اكسب مع النادي الاهلي احنا بنبني بنعد عشان الماتش بتاع النهارده بتاع الليله عشان توصل للماتش الليلادي بتاع افريقيا كان لازم نكسب الماتشات اللي فاتت كلها لان اربع خمس مباريات لعبنا اديت الفرصه للناشئين اديت لعبت شادي رضوان كراس حربه لعبي ما شفته بيلعب راس حربه بس شفته سريع وشفت فيه بعض السمات في التمرين قلت له انزل العب ماتش بيراميدز نزلته حتى بعض الناس قالوا ده المدرب ده مجنون ولا ايه بيلعب في غير مركزه بيلعب في غير مركزه لو كنا بنلعب 10 كان المطلوب منا واحد لعبنا قدام بيراميدز 10 قدام 11 ودي نقاط قوه النادي الاهلي ان ممكن نلعب قدام فرقه زي بيراميدز منتقصين واحد ولعبنا بعيبه صغيرين زي عربي وفخري وشادي والفرقه ما بتاثرش ولعبنا لعيبه صغيرين كتير لعبوا خدوا فرصه وعرفنا ندير المجموعه بشكل كبير بشكل جيد نوفق نفسنا بالاوضاع اللي عندنا بالظروف المتاحه اليوم كابتن سيد بيتكلم عن النادي وعلى الفريق وعلى المتاح نقول مين هيفضل مين هنطلعه اعاره اشتغلنا معاه على ده بس برضه نشوف مين اللعيبه اللي نخليهم يفضلوا معانا يفضلوا مع الفريق اللعيبه الصغيرين عشان نشوفوا بيتمرن ازاي وياخدوا على الاجواء وقدام ممكن بعد كده نخليهم يرجعوا للفريق الناشئين بس بعد ما يكونوا اتعلموا بس لازم برضو ندير زي نتعامل مع ماتشات الكاس نتاكد ما يخسرش ان حتى اخر مباراه في الدوري حتى لو كسبنا اللقب كان لازم نكسب الماتشات اللي كانت فاضله وكسبناها فاعتقد اخر سبع مباريات ما لعبناش بنفس الطريقه كنا بنلعب بيها لعبنا لعيبه ما كانتش بتلعب قبل كده زي وحيد زي فخي زي وليد عربي الشيخ لعيبه كتير خدت فرصه ما كانتش بتلعب قبل كده الشيخ وكهرباء خد زمان لعب برضو كل لعيبه اعتقد لعبنا لعيبه كتير كل لاعب كل شارك لعبنا ماتشات كبيره مهمه دلوقتي احنا اهو مفتقدين وليد اخر ماتش في اسكندريه في ماتش الكاس جاب جونين ووقت فقدناه عشان كورونا في المباراه دي ديانج عمل ماتش مع الوداد رائع هناك بره شو ولعبنا وكده في العوده لعب ماتش كويس جدا وللاسف قالوا ديانج مش موجود معانا حاول نحافظ عليه وحاول نحافظ برضو كابتن بتاعي حاول احافظ عليه في لعيبه كتير حاولت اريحها لان انا محتاجه كنت مركز على طول في نهائي كاس افريقيا اللي لعبته النهارده كنت عايز اكسب الكاس ومركز فيه فدايما تبص لقدام ساعات بتعمل زي خليط مختلف او تنويع مختلف الناس يقول لك الراجل ده مجنون بس انا شايف انا قادر اقدر اعمل ده وبتفاهم بس الهدف واحد ده هدف وقت ما جيت بشتغل هدف واحد دود افريقيا واعتقد كابتن سيد ساعدني كتير ان هو وصلني باللعيبه الصغيرين وجابهم يشاركوا معانا وكابتن سامي قمصان ليه دور كبير جدا مهم جدا بيساعدني مع اللاعبين بس الاهم كان ازاي ادير الاصابات وازاي نتعامل مع اللعيبه المصابه ازاي ادارنا اصابه معلول وازاي رجعناه وراس حربه بتاعت مروان محسن اصابته ازاي ادارنا كارباس انجري كيف اوت وذ هامسترينج كهربا برضه كان عنده في اصابه في الخلفيه الشحات والشحات انجري كلها اصابات كانت موجوده ايفن سام تايمز وكمان قفشه حتى مصاب واجايير الاصابات دي وازاي بنتعامل معاها تعاملنا معاها وتعاملنا مع اصابه اجايير
واثنين سرد باكات كانوا مصابين ولما رجعوا كان يو بيليف ذات انت متخيل ايمن اشرف كان عنده كان عنده اصابه في السمانه كان ليه اصابات كتيره جدا وكانت كانت تحدي بالنسبه لنا الفتره اللي فاتت لو تبص التاريخ الاصابات فلازم نبص نشوف احنا جايين من فين كان جاي من مرحله صعبه جدا بغيابات كتيره جدا بسبب اصابات ومع ذلك احنا الطريق النهارده صعب جدا الطريق ما كانش سهل انك توصل لهذه المرحله وعندك هذه التحديات الكبيره جدا 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 خلينا هنتكلم على الجزء ده لكن كمان عايز اوري مستر موسيماني ويمكن قبل الهوا كنت بكلمه وانا جاي في الطريق فرحه جماهير النادي الاهلي كانت عامله ازاي تعالى نشوفها مستر موسيماني فرحه النادي الاهلي ونرجع نكمل حوارنا مبروك علينا التاسعه ومبروك على كل من ينتمي للنادي الاهلي طبعا والابطالنا الموجودين الف الف مبروك مره ثانيه كنا بنتكلم الشناوي على الفتره اللي جايه وكابتن سيد قال خلاص هو الراجل عنده بكره الساعه 11 وخلص عشان هو كابتن سيد بكره هتلاقي ناس تقول لك احتماليه غياب الشناوي عن مباراه السوبر والانذار ليه تاني لا خد انذار فهو ده الانذار التاني بس الكاف كان مغير الانذارات ثلاثه مش اثنين عشان ثلاث انذارات طبعا فمن حقه يلعب طبعا السوبر هو عمرو سليم ما عندناش حد موقوف يعني الحمد لله هو انت من بدري اهوت بتقولها حسين الشحات بقى كده يعني من بدري كابتن سايب بيقولها عشان برضو احنا عارفين الاشاعات اللي بتطلع كل يوم وخاصه انا الشناوي انت الفتره اللي فاتت كنت بتعمل ده ازاي يا شناوي يعني دايما اسم الشناوي مطروح ان لا قدر الله الشناوي لا ايجابي فيروس كورونا كنت بتتعامل مع الامور دي ازاي وكنت بتسمعها وبتستقبلها ازاي خالص والله كنت باخدها بهزار يعني بتضحك بضحك طبعا انا عودت نفسي الفتره اللي فاتت دي كلها ان انا اسمع بس مركز في شغلي بس مركز في شغلي ومركز مع فرقتي مركز مع النادي بتاعي هو ده اللي يخليك ترد على الحاجات دي كلها بس احنا يعني ده انا بستقبله باي حد بينتقد اي حد بيتكلم كلمه كويسه اي الكلام ده كله لا انا باخده بشكل عادي خالص واهم حاجه شغلي في الملعب وانفذ التعليمات والكلام ده كله بس ده اهم حاجه الفتره اللي فاتت دي كلها كنت انا معود نفسي على كده مش دعوه بالسوشيال ميديا خالص بتفرج يعني من بعيد خالص ما بخشش عليها كتير ممكن اخش شويه ممكن ما اخشش بس يعني طبعا الجمهور موجود وكل الناس بتتكلم وكله بتاع فلو في الاخر هو شغلك اللي هيتكلم عن نفسك صحيح صحيح بس واللعيبه الفتره اللي فاتت برضو بقت يعني عملنا حركه كويسه جدا في ماتش الوداد هناك و كان معايا برضو كابتن احمد فتحي اللي احنا لغينا السوشيال ميديا الاسبوع اللي هناك والاسبوع اللي هنا يعني والماتش ده برضو قعدنا الاسبوع ده كله ما فيش حد ينزل على السوشيال ميديا والكلام ده كله مع اتفاق مع كابتن سيد ومع اللعيبه واللعيبه احترم ده كويس جدا انا بقول لك احنا الفتره اللي فاتت ديت زي ما الكوتش قال احنا عدينا حاجات كتير جدا وضحينا كتير جدا في ناس عندنا اصابات وفي ناس لعبت وهي مصابه وفي ناس ضحك كتير عشان ناخد البطوله ديت وماتش الهلال في الهلال يعني اتحطينا في مواقف بصراحه يعني ضغوطات جامده جدا وطبعا الفيروس اللي كان موجود بقالنا سنه وثلاث شهور والفيروس اللي جه عدينا مراحل صعبه جدا وعشان كده بشكر اللعيبه بصراحه كانوا كلهم رجاله مش عايزهم يتضايقوا مني النهارده اللي انا مثلا كلمتهم لا بالعكس هو الناس هتعرف لا هم اخواتي في الاول وفي الاخر طبعًا يعني هم اخواتي طبعا يعني هم اللي جابوا لنا البطوله مع الاداره ومع الكوتش ومع الجهاز الفني كله عشان ما ننساهمش يعني بصراحه الجهاز الفني كله تعب وكله كان بيضحي عشان ناخد البطوله ديت عشان خاطر الجمهور واقول لهم الف الف مبروك وان شاء الله من اول بكره نفكر في الكاس انت خلي بالك احنا خلاص بعد كده هنقول العشرة ان شاء الله ان شاء الله يعني بدأ شاء خلاص الله. وكان الناس بتشرف يا كابتن سيد على فكره كابتن هاني كل ما اقول التاسعه الناس تقول لي كابتن هاني قلت للكوتش قلت له على فكره لو خدنا البطوله دي هناخدها كمان مرتين معاه ان شاء الله ان شاء الله هناخد ثلاثه ان شاء الله كان الناس بتتشائم ما تقولش الكابتن التاسعه لا كنت بقول التاسعه وخدنا التاسعه ان شاء الله العشرة ان شاء الله ربنا يكرم مستر موسيماني يعني شفت فرحه جماهير وانا بنتفرج على التقرير وبتقول هو الجماهير دي كلها كانت بتتفرج الجماهير دي كلها في الشارع تقول ايه لجماهير النادي الاهلي اللي بتتجمع لغايه يمكن ساعات قريبه جدا جدا احتفالا بالنادي الاهلي الجماهير تستحق انها تحتفل وتعيش اللحظه من الصبر وسبع سنوات صبروا اخر سبع سنوات كل مره ما بروحش اي حته تانية غير لما الاقي
الناس بتيجي لي وانا بالنسبه لي طبعا عشان عندي مشكله اللغه انا بمشي اروح من اي حته تريننج التمرين انا كل حاجه بروح من بيت للتمرين رحت مره بس في مركز تجاري وكان حواليا امن محاوطني لان شفت جماهير نادي الاهلي شكلها ايه لا قلت لا بقعدش في اي حته بالبيت بروح يعني بتحرك بالبيت بس ما بروحش اي حته لكن بروح في الناس يعني بحاول قدر الامكان اركز في بيتنا لكن بنزل بلاقي الجماهير حواليا يعني اروح في اي حاجه بعملها بيطلبوا صور بجيب اجي اكل عشان بيتي يطلب مني صور اروح اعمل اي حاجه يطلب مني صور انا عارف نادي الاهلي قد ايه كبير انا عارف جماهيره وعارف شهره النادي الاهلي انا مقدر ده انا اعتقد كسرنا يعني التجمد اللي كان في اخر 7 سنوات واعتقد ممكن نكسب تاني ونكسب مره تانيه ونكسب مره تالته نقاط القوه وجبنا لعيبه صغيرين ودعمنا بيها الفريق واعتقد هندلها فتره جايه ان شاء الله عشان الدوري نقدر نلعب بتشكيل مختلف الدوري وفي بطوله افريقيا واعتقد احنا خلصنا الدوري وبطوله افريقيا اللي فاتت وعندنا مسؤوليه الكاس برضه مسؤوليه كبيره وعندنا مسؤوليه كبيره القاب كبيره نحققها للنادي البطوله طبعا يعني بتيجي كمان مش بس من الناس اللي في الصوره كابتن سيد لكن في ناس ورا الصوره بيكون ليها يعني دور كبير جدا يمكن محمد حكى لي على موقف اللي مع يعني النهارده وكان علي لطفي عمل معاه موقف وقال وحتى على الهوا ان بيدل يا كابتن سيد ان مش بس ال11 موجودين او ال16 ده الناس اللي بره والناس اللي موجوده بره هم دول كمان ليهم حق علينا ان احنا نذكرهم ان هم كان جزء من البطوله الكبيره ديت يعني. طبعا عشان الاهلي طول عمره كده يعني مؤمن بفكره العمل الجماعي وانت برضه حضرتك كابتن هاني من شويه قلت كل واحد بيبقى له دور حتى لو كان صغير بس له دور مهم جدا يعني بشكر الجهاز الطبي طبعا بقياده الدكتور خالد اشكره جدا 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 كان موسم صعب قوي عليه راجل يعني راجل جميل جدا 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 وربنا يختار له التوفيق يعني دايما بشكر العمال نفسهم يعني عندنا مجموعه من العمال يعني قلبهم و عم حارس إن... وصل لكام بطوله دلوقتي ما تقول لي عم حارس بقى عنده كام بطوله عم حارس هيجيب عم حارس ضرب الرقم القياسي كل انديه مصر ما عندهاش البطولات ديت ربنا يديله الصحه هو ده واحد من الناس اللي اتعلم منه طبعا مفهوم على فكره التعلم ده غريب جدا عند الناس يعني هو انت لازم تتعلم يبقى حد اكبر منك حد اعلى منك لا طبعا انت ممكن تتعلم من عيل صغير او واحد مش عيل صغير يعني واحد عنده مثلا 20 سنه 18 سنه بس ممكن تتعلم منه درس مثلا في الحياه في كيفيه التعامل مع الاخر صحيح. وكيفيه مثلا يعني التعامل في موقف ما لان الخبرات بتيجي من المواقف على فكره مش طبعا. بالسن طبعا. وكتره و دي طبعا دي صوره طبعا يعني سجده شكر من كابتن سيد ابو حفيظ وبتدل قد ايه كمان ان البطوله دي كانت مهمه بالنسبه لنا واحنا بنشوف الصوره دي عاده حتى بعد اي هدف لكن وكمان اعتقد الكابتن محمود الخطيب كمان سجدت شكر يعني بعد نهايه المباراه بتدل انا في رايي بتدل على قيمه المباراه ديت وبتدل على كم كمان الضغوط اللي كانت موجوده الضغوط اللي كانت موجوده على اداره النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبه فكانت المباراه تاريخيه بمعنى الكلمه بص مدى الاحتياج احنا كنا محتاجين البطوله دي تحديدا أكيد. البطوله أكيد. دي تحديدا لاجواء كتير قوي انت عايشها تشكيك بشكل رهيب جدا في الامكانيات والقدرات وتيجي تكلمك يقول لك غير سياستك وغير مش عارف تعاقداتك وغير فكرك وغير كل ده وانت واخد في السنه دي يعني زيك زي بايرن ميونخ أيوة. يعني مشكلتي مع بايرن ميونخ طيب. مين اللي هيلبس احمر؟ هقول لك بمناسبه بايرن ميونخ عايز اقول لمستر موسيماني يمكن قلت له ان بايرن ميونخ الموقع الرسمي لبايرن ميونخ بعد انتهاء المباراه بيبعت رساله تهنئه للنادي الاهلي وبيقول فيها مبروك للنادي الاهلي بطل افريقيا واحنا انتظاركم في كاس العالم للانديه والشناوي رفع ايده قال اول واحد حاف انا اقول موجود رايك ايه كمان في استعداد او يعني لما النادي الاهلي المره كام يا كابتن سيد كاس عالم الانديه؟ سته المره السادسه بيلعب كاس عالم للانديه ان شاء الله تكون السنه اللي جايه اعتقد من 1 فبراير ل 11 فبراير ده هنا مكتوب اهو من البايرن بطل اوروبا الى بطل افريقيا تهنينا لكم على الفوز بدوري ابطال افريقيا نراكم في كاس العالم للانديه مطلع فبراير القادم yeah, you get scared because
because Barcelona got 8 goals, eh? خوفنا ان برشلونه جابت 8 اجوان اهداف فوتبول دازنت ورك لايك لكن جيت 8 اجوان في برشلونه لكن طبعا زي ما عارفين كره القدم ما بتخضعش للده احنا نحترم طبعا لاي نادي كبير ملناش دعوه بنتيجه برشلونه وبايرن ميونخ احنا لعبنا قبل كده الاهلي لعب مع برشلونه لعب مع بايرن ميونخ ما يقلش عنه مدريد وبيت ريال مدريد وكسب ريال مدريد قبل كده زي ما عرفت بالفعل لما لعب كاس العالم للانديه وكنت مع بويدي سان داونز واحنا لما شايفني قبل كده مع سان داونز وخرجنا تم يعني اقصائنا من فريق ياباني كان فريق قوي كسبونا 3-1 وكنا المفروض نكسبهم لكن هم كسبونا وهم كسبونا وصلوا نهائي مع مدريد يس لوست هارد وكانوا كسبانين كانوا متقدمين وكسبوا ده كره القدم كده كره القدم لعبه ممتعه يعني تاخد على اي حاجه تلعب وتشوف ازاي مازيمبي وصلوا النهائي لو تفتكروا مازيمبي وصلوا النهائي قمه النادي الاهلي كمان يعني انت لما النادي الاهلي بيلعب بين قوسين كده مع الكبار بيلعب مع الكبار على مستوى القارات انت بتلعب مع افضل فرق على مستوى القارات اولا ده قيمه النادي الاهلي الفاليو بتاع النادي الاهلي عالمي وكمان المباريات بتبقى مباريات انا لو لعيب او مدرب اتمنى اكون موجود فيها طبعا ده بقى ده يعني ده النادي الاهلي اتحط في مواقف مش هتلاقيها في اي نادي تاني يعني النهارده موجودين في نهائي بطوله افريقيا موجودين لاعب برشلونه لاعب ريال مدريد لاعب اياكس نروح كاس العالم انديه بنلعب فرق كبيره دي قيمه النادي الاهلي لما تلعب في النادي الاهلي اتحط في يعني اتحط في ماتشات مش اي نادي يكون اي لعيب بيلعب في اي نادي مش هيحضر المواقف دي هي المواقف دي اللي بتتكتب في التاريخ وبتتكتب وتحكيها لاولادك وتحكيها لاحفادك هو ده قيمه النادي الاهلي عشان كده اللعيبه ولازم تفهم الكلام ده والحمد لله الفتره اللي فاتت دي اتفهمت الكلام ده هم فاهمين من زمان بس كان لازم ناكد عليهم الكلام ده هم دلوقتي حسوا بالنهارده بقى لهم 10 ايام الناس كلها بتتكلم عن الماتش والناس كلها بتتكلم عن المباراه والناس كلها بتتكلم لازم ناخد البطوله ولازم بيحسوا بقيمه النادي الاهلي هو ده قيمه النادي الاهلي طبعا وانا بتمنى اكون موجود وبعدين انت لعبت قدام سواريز وكاباني يعني ما يهمكش بقى ليفاندوفسكي ولا يهمك مولر ولا بتاع يعني خلي بالك من مولر برضو شويه يقلش اكيد طبعا كابتن سيد كمان يعني انت قلت لي كم كاس عالم اشتركت فيه على مستوى لعب وكمستوى مسؤول لاعب كلاعب مره واحده في 2005 2005 ومسؤول دي الثالثه ان شاء الله ان شاء الله الثالثه ان شاء الله يعني كمان على مستوى الخبرات عندنا يعني اكيد طبعا والاجواء حتى بتختلف يا كابتن سيد يعني لا هو بتبقى الكوره بتاع بايرن ميونخ كل يوم بيكلمني بس انا مش هرد عليه بتوصل بأوقات غريبة كده مين اللي بيتنزل بيه؟ دي الكورة بتاع بايرن ميونخ معلش انت تقلان عليه شوية قلت يعني اديله يوم لا طبعا على فكرة طيبة جدا يعني هم كمان يعني ده بيدي قيمه للنادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي على مستوى العالم زرنا كان كابتن خطيب وكابتن حسن كانوا عملوا توأمه هناك توأمه وكان مهندس خالد كان مرتجي كان موجود هناك برضه طبعا مع كان انا مش عارف مش فاكر ما كان مع بيكن باور تقريبا او حاجه كده او مش فاكر مع مين بالظبط لكن كان في اتصالات بيننا وبينهم يعني هم بيقدرونا جدا وبيتعاملوا معانا حتى لما رحنا لعبناهم في مره من المرات لعبناهم سنه يعني لم تخن الذاكره سنه 2012 في قطر والامارات كان ماتش ودي خسرنا 2-1 في الدقيقه 87 يعني خسرنا 2-1 عملنا ماتش كويس قوي كان بركات جاب جون التعادل وعملنا ماتش كويس جدا جدا يعني ودي حتى على مستوى المدربين مستر موسيماني كمان يتطلع انه يلعب امام يعني فليك طبعا ده المدرب بتاع البايرن امام فريق كبير زي البايرن ميونخ بطل اوروبا واحسن فريق في العالم يعتبر دلوقتي كمان بتبقى للمدير الفني بتبقى مباراه شيقه زيه زي اللعيبه يعني Yeah, well, it's a good experience. طبعا خبرة كبيرة خبرة كويسة أنا دايما بقول في كرة القدم ما بتقولش أنا خسرت مباراة لا أنت اتعلمت درس طبعا كانت تعالى دي هنلعب قدام فرق كبيره كان في لازم ضغوط عليهم هم مش ضغوط علينا احنا لازم نستمتع بالمباراه احنا بنلعب مع فرق كبيره
بس في كره القدم لازم نعرف ان كل شيء يعني ممكن. انا عارف يعني الناس طبعا احنا مسهرين كلك، الناس فرحانه بيكم وكلنا فرحانين بيكم، وده يوم تاريخي، ويعني ان شاء الله الملفات القادمه والبطولات القادمه بدايه من بكره رؤيه طبعا كل واحد فيكم للفتره اللي جايه، وناخد برضو كلمه من كل واحد فيكم لجماهير النادي الاهلي. نبدا بالكابتن سيد. قبل ما اختم لكن لازم ادي حقوق للناس. لا يعني مش هنختم يعني، احنا مع بعض لسه شويه، لكن لازم يعني ادي حقوق للناس. نكمل مع بعض عشان انت عارف هتصلي الفجر، بس يعني هنلحق ما تقلقش. ذكرنا طبعا الجهاز الطبي وكل الناس طبعاً الموجوده في التاهيل والعمال والاداريين وكل المنظومه، حتى قطاع الناشئين نفسه يعني اللي صحيح بيطلع لنا مجموعه من اللعيبه هايلين جدا جدا. لكن كمان وذكرنا كابتن سامي قمصان ودوره مع مستر موسيماني، لكن كمان في مجموعه مع مستر موسيماني لازم تتشكر طبعا، يعني في موسي طبعاً وفي كابيلو وفي كيفن، دي مجموعه اشتغلت من النهار باخلاص شديد جدا، صحيح، بتفاني شديد صحيح جدا، بحب للمكان اكنهم عايشين، انت بتلمسها يعني. في انا مؤمن بشيء ما بيمثلوش يا كابتن بمعنى صح. ايوه لا انا مؤمن بشيء يعني مهم قوي قوي قوي، ان انت صحيح تحب شغلك صح، مش لازم تروح شغلك، اللي لازم يروح شغله ده مستني اخر الشهر، مستني القبض موظف يعني. طبعا. لكن اللي بيحب شغله ده بيبقى حريص على مصلحه المكان، حريص على نجاح المكان، يعني بياخد باله من الحاجات الصغيره، بيكلمك في الحاجات الصغيره عشان عايز مصلحه المكان. لكن طيب اللي عايز يروح الشغل او بيروح الشغل ده بيستني يوم 30 يعني. فلازم كمان هم كمان يتشكروا الصراحه، المحل عمرو محب ودوره طبعا، احمد سليمان ودوره، الجهاز كل المجموعه، مش عايز انسى حد، الدكاتره كلهم، دكتور عبد الرحمن والدكتور نجار وكابتن طارق عبد العزيز ودكتور عبد المجيد ومحمد وفائي وفي جيش ميشيل وميشيل طبعا. بص عشان ميشيل بقى يعني طب دور مع الشناوي طبعا بدوي دكتور بدوي، كل المجموعه كل المجموعه تعبت عشان كده ربنا كافئنا وادانا بطوله غاليه جدا جدا. لكن برضه هرجع اقول لك من بكره بالليل هتبدا النغمه تبقى مختلفه شويه، لان عندك مباراه كاس يوم الثلاث مع فريق فريق محترم جدا، فرقه الاتحاد وتدعيمهم وجهازهم الفني، فانت كمان لازم طب خلينا كاب سيد هنتكلم اكيد على الملف اللي جاي كمان، وهنتكلم كمان على ميشيل طبعا ليه دور كبير جدا مع الشناوي. بس استاذنكم نطلع كمان، لسه الفرحه مستمره، نطلع فاصل ونرجع مع حضرتك. لسه الفرحه مستمره والتاسعه عندنا في الجزيره، مبروك لجماهير النادي الاهلي وعشان النادي الاهلي. معانا ثلاثه من ابطالنا زي ما اتكلمنا، وهنتكلم في جزئيه محمد كنا بنتكلم في المساعدين، وكابتن سيد كمان بيقول ان كابتن طيب ان المساعدين قاموا بدور اكتر من رائع، كابتن سامي قمصان، لكن كمان ميشيل، وميشيل كمان ليه يعني ليه كيمياء كده مختلفه حتى مع الجماهير، وحاسين نفس الكيمياء في التفاهم معاك بشكل كبير جدا يعني. طبعا ميشيل يعني هو اول ما جه طبعا كان اهم حاجه عندنا ان هو يعرف يتعامل معانا ازاي. بصراحه هو تعامل معانا كويس جدا، معايا انا وعلي ومصطفى اكنه اخونا الكبير بالظبط. وطبعا ده قليل من المدربين الاجانب، خلي بالك يعني الاحساس ده ما بيوصلش يعني بسرعة. لا هو على طول بيضحك وبيحب يهزر بس وقت التمرين تمرين أكيد. وبقت الهزار هزار، بس هو بصراحه يعني بنعتبر ان هو اخونا الكبير وبيهزر معانا وبنشتغل، وهو في حاجات كده بيعملها لنا يعني ملحوظات مثلا بيتكلم معانا فيها الكلام ده كله وبتاع. شغل مختلف في حاجه يعني، انت يعني بالذات حراسه المرمى التكتيك والتكنيكال بتاع المدربين لحراس المرمى بيختلف شويه عن المدير الفني، يعني يمكن الامور الاداره الفنيه للعيبه بتختلف شويه. شايف ايه جديد فيه وايه الحاجات اللي اتعلمتها منه وانت ما شاء الله يعني مستواك هنقول من كاس العالم بصراحه، لكن كمان معاه حاسين في فرق ان الكيرف بيعلى بشكل كبير يعني. والله كابتن يعني هو الفرق مش كبير قوي خالص، بس هو الفرق ان هو بيديك على طول الثقه طبعا. طبعا في تمرينات طبعا بالرجل، هو بيعتمد على رد الفعل اكتر شويه، الحاجات دي احنا كنا شغالينها طبعا قبل ما هو يجي مع كابتن طارق، كل الحاجات دي شغالين برده معاه، بس هو الفتره دي بس كان معانا التوفيق الفتره ديت اكيد. هو شغال معانا بشكل كويس وبيتعامل معانا يعني كويس جدا مع اللعيبه، مع علي ومعايا. دي اهم شيء ان انت تكون معاك مدرب يكون متفاهم معاك وبتتكلم معاك وبتعرف تواصل معاه وبيديك الثقه، دي حاجه كويسه جدا، احسن ما تتكلم مع حد تحس ان هو التواصل مش موجود. لا في تواصل وبنتكلم في كل حاجه، هو بيتكلم مع علي وبيتكلم مع مصطفى برضو،
كابتن طارق كان موجود برده، كان اخ لينا برده، وكان عامل معانا شغل كويس جدا، وكان من الناس اللي يعني التمرين ما كانش فيه فرق كبير. بس هي الفتره ديت اللي احنا فيها ديت الحمد لله معانا توفيق والفرقه فايقه، الحمد لله الواحد بيركز في الشغل اكتر. وطبعا لما بيبقى معاك جون مثلا زي علي وزي مصطفى انت بتركز، وكل واحد بيحافظ على مكانه يعني. صحيح صحيح. مستر موسيماني كمان النادي الاهلي بيكلم، كمان مستر موسيماني قال لي في صفقه كويسه جدا جدا للنادي الاهلي ان شاء الله جايه يمكن خلال ايام، بس الصفقه عندها 9 سنين. Oh, my son, yeah, your son. 9 years old, he's good. Yeah. He's coming to Spain. ابني 9 سنوات جاي عند جاي يقضي أجازة هنا في مصر. For 1 month. هيقعد شهر معايا في القاهرة. He wants to go train with the Ali players. وهيجي يتمرن مع اللعيبة في ال. He thinks he's got something to show. أعتقد ممكن يتمرن مع الأكاديمية. هو طبعاً مستر موسيماني قال لي إنه هو يعني بسأله عندك أبناء بيلعبوا كورة، فقال لي أنا عندي ابني لعيب كورة كويس قوي. فقلت له عنده كم سنة؟ فقال 9 سنين. ف In which academy he play now in South Africa? He's playing in the academy of a team called Super Sports. فريق اسمه Super Sports United. It's opposition of Mamelodi Sundowns. ده الفريق الثاني من قدام Sundowns يعني العكس. بس هو عشان بعيد عن Sundowns يعني ده النظير بتاع Sundowns، بس هو عشان بعيد عشان قريب من المدرسة بتاعته، بيرجع المدرسة بيعمل واجباته. فهناك أصلا في متابعة أكتر. حتى لو بيلعب فريق تاني غير Sundowns اللي احنا بنقوله. I told him. أنا قلت له هنشوف. I want to see you against the Ali boys, the 9 year old. أنا قلت له هنشوف أنت بتلعب مع لعيبة الفريق الأهلي 9 سنوات وهنشوف مستواك إيه، هنشوف إيه اللي ممكن يحصل. You know, I always tell that each and every parent. أنا دايما بقول لكل أب. He sees this boy play. He thinks he's the best player in the world. بشوف ابنك بيلعب بتحس إن أحسن لعيب في الدنيا. But reality will say. لكن الحقيقة. No pressure. لكن الحقيقة هي بتبان في الآخر كان بيلعب كويس ولا لأ. بس خدنا الجزء الثاني يمكن. ما يسع أي ضغوط على الأطفال. النادي الأهلي بيتكلم في ملفات الصفقات أو دي كل وقته في وقته، لكن هرجع شوية لملف الإعارات ويمكن 5 لعيبة اللي رجعوا من الإعارات. بنتكلم على صلاح محسن، بنتكلم اكرم توفيق، بنتكلم ناصر ماهر، بنتكلم على احمد ياسر ريان ومحمد شريف. طبعا رؤيتك الفنيه ليهم ايه، وكنت بتتابعهم ازاي من خلال الدوري؟ في افضلات كتيره برجوعهم، في ميزات لان هم رجعوا كانوا بيلعبوا بشكل دوري واخدين جو مباريات. تاني نقطه بيلعبوا المنتخب الوطني، the expectations are high. فعارفين طبعا عندهم سقف طموحاتهم عالي. played for Ali. لعبوا الاهلي قبل كده وعارفين so what's happening. وعارفين ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي. I've already spoke to them and اتكلمت معاهم قبل كده. what is it that they see, what's the difference. وقعدت اقول لهم ايه رايكم، ايه الاختلاف us and other teams بين فرقتنا والفرق التانية في اسلوب اللعب. given them the homework that قبل ما اديهم الواجب المفروض يشتغلوا عليه. yes, okay. yes, they must tell us. yeah. tell me بس سالتهم ايه رايكم في الخطه اللعب وطريقه اسلوب اللعب، ايه الاختلاف. اكرم توفيق he gets things quickly. بيستوعب بسرعه. yes and the other one who's injured. والتاني اللي كان مصاب شريف محمد شريف ناصر ماهر. ناصر ماهر they're all happy to come and play. كلهم سعداء انهم يرجعوا تاني وهيلعبوا مع الفريق وهيساعدونا اكيد. نعم صغيرين وسرعة وعايزين برضو يكتبوا تاريخهم الشخصي مع النادي معانا. قلت لهم انا مش عارف ايه اللي كان حصل قبل كده معاهم قبل ما يروحوا الاعاره، وده افضل بالنسبه لهم. ده اعتبر ده ميزه بالنسبه لهم، ما اعرفش التاريخ، ما اتعامل معاهم بالشكل الجديد، ماليش دعوه كان بيحصل قبل كده. وانا سعيد جدا ان عندهم طاقه وعندهم قوه. شريف واخر تفريق عندهم طاقه وقوه. الشباب دول عندهم قوه وطاقه ممكن يدفعوا النادي. playing in the Olympic games بس طول مع المنتخب الاولمبي. رحت ماتش مع كابتن سيد ماتش المنتخب الاولمبي مع البرازيل، شفتهم بيلعبوا ازاي وكل واحد بيلعب في مركز ايه، المركز اللي بيلعب فيه وبيلعب ازاي، وخدت بعض لقطات الفيديو بتفرج عليهم، وده هيساعدوني اقدر احدد المهام واديهم ادوار اللي هيلعبوها في الماتش الجاي ماتش الكاس. ده برضه ملف كابتن زايد دايما بنتكلم بنفع على دايما الجماهير بتتكلم على صفقات ودايما بتتكلم على نجوم كبار يجوا من بره. اعتقد الفتره
فاتت، يمكن وده يمكن قلته من خلال هنا قناه النادي الاهلي، ان دول كمان يعتبروا صفقات على مستوى عالي جدا، لانك بترجع اولادك تاني بعد ما خدوا خبرات في الدوري المصري. برضو رؤيتك ايه لملف الاعارات، وخاصه كمان احنا شفنا بعض اللعيبه اللي تم اعارتها كمان لبعض الانديه في الدوري المصري للموسم اللي جاي؟ طبعا هي بعد الرؤيه الجهاز الفني ومستر ميتسو يعني بتتعرض على الامر، وهو بيقول احتياجاته الاول وبعد كده سواء كانت اللي داخل او الخارج يعني. لكن انا مقتنع تماما ان هتاخد بطولات كبيره لازم يبقى عندك قائمه جامده جدا. التقارب في المستوى ما بين اللي بيلعب بشكل مستمر واللي بيلعب بشكل اقل ما يبقاش بعيد قوي، لان انت هتحتاجه في فتره، وخصوصا وانت السنه اللي فاتت والسنه دي والسنه اللي جايه كمان هتبقى تلاحم مباريات غير طبيعي. هتلاقي ده ممكن تلعب كل 3 ايام كل 4 ايام، فهتبقى مطالب ان انت تريح بعض اللعيبه في ماتشات كبيره او ماتشات مهمه هتاثر عليك محليا او هتاثر عليك قاريا. فمهم قوي ان القائمه بتاعتك تكون قويه جدا 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 جدا، يعني ما تقولش لا انا مش محتاج ده دلوقتي، يعني مش محتاج اصلي في مكان واحد او اتنين. لا، كل ما كان العدد عندك المتميزين في المكان الواحد ثلاثة مثلا في كل بوزيشن، يعني ده بيدي لك افضليه في الاستمراريه بعد كده. والدوري بيتحسم كده على فكره، الدوري بيتحسم في 5-6 اسابيع، انت بتتفوق مثلا تاخد ال 15 نقطه من 5-6 اسابيع دول او من 5 اسابيع، تاخد ال 15 نقطه 18 نقطه ال 21 نقطه، غيرك بيتعصر مثلا ماتشين ثلاثه ولا حاجه، فتلاقي الفرق بقى 6 نقاط يعني. ده مهم جدا يعني. لكن في من الماتش اللي جاي الناس دي هتلعب معاك، يعني اذا كان بدري بنون ولا اكرم ولا ناصر ولا صلاح ولا محمد شريف ولا طاهر ولا احمد ياسر ريان، كل دول معاك من مباراه الاتحاد، ومعاك كمان في السوبر الافريقي على فكره. في السوبر الافريقي طبعا انت عندك موجودين معانا. طبعا انت عندك الثلاث ايام اللي جايين دول هو القائمه بتاعتك، القائمه المحليه والقائمه الافريقيه. القائمه الافريقيه بقت 40 واحد بس، من حقك ان انت تحط 33. ميزه بصراحه يعني الاتحاد الافريقي مشكورا نتيجه الظروف. يطلب بالتاجيل يعني. هنشوف كمان البي سي ار بتاع ديانج ووليد سليمان يوم الاحد، ومحمد شريف طبعا تمام، واحمد ياسر ريان البي سي ار بتاعهم هيطلع ان شاء الله الرحمن يوم الاحد هنعمله، وبيكهام كمان. بيكهام كمان كلاعب منضم جديد، التوفيق يا رب دايما. فكل اللي عايز اقوله ان انت تعمل قائمه تقيله قوي، لان الموسم اللي جاي هيبقى اشرس على المستوى المحلي تمام وعلى المستوى الافريقي، فهيبقى جامد جدا وقوي جدا. انت كمان لازم تستعد له كويس قوي من خلال قائمه يعني تكون تقيله جدا وقويه جدا، وتبقى مهيئ نفسك ان انت داخل على موسم قوي جدا يعني. طبعا برضو يعني الشناوي بنتكلم في نفس المنطق، ان انت كان معاك برضو 2 من الحراس المرمى الصغيرين، بتتكلم على مصطفى شوبير وحمزه، برضو طمنا على الصف الثاني والثالث، يعني انت شايف ازاي الاولاد دول مستقبلهم ازاي؟ اكيد دخلوا بسرعه يعني، ادينا برضو الجزئيه اللي بنتكلم عليها. حراس مرمى النادي الاهلي دايما على مر الحصول عندنا حراس على اعلى مستوى، طمنا على الاولاد الصغيرين. لا طبعا عندنا جوان كويسه جدا، عندنا مصطفى شوبير وعندنا احمد طارق سليمان وعندنا حمزه وفي رمضان وفي محمد طارق. لا بصراحه الثلاثه اللي بيطلعوا معانا على طول بيتمرنوا بشكل كويس، ولا عندنا خامه كويسه في النادي الاهلي، وعلى طول النادي الاهلي الحمد لله يعني بيطلع جوان كويسه جدا من تحت. احنا يعني انا واحد من الناس، واحمد عادل وشريف كله طالع من ناشئين النادي الاهلي، يعني احنا من زمان مش من دلوقتي يعني. لا هم الثلاثه بصراحه يعني ماشيين بشكل كويس، وان شاء الله يبقى لهم دور الفتره الجايه طبعا، ويبقوا على طول الاجوان بتاعه النادي تبقى للنادي الاهلي، يبقى من جوه النادي يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله. طبعا المباراه كانت على مستوى المتابعه، كانت مباراه العالم كله بيتفرج بصراحه وكان على مستوى كمان، سيبك من اللي بيحبوا الكوره يا مشجعي الكوره، لكن على مستوى الفني كمان. وعندنا النادي الاهلي كتير جدا من الفنانين اللي بيعشقوا النادي الاهلي، لكن ما فيش اكتر من فنان شفته بيعشق النادي الاهلي غير يمكن الفنان الكبير بيومي فؤاد. معانا على التليفون يا فنان يا كبير. يعني مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف اقول ربنا يسعدكم زي ما بتسعدونا بجد. يعني انا بلسان كل الاهلاويه، مستر موسوماني، مسيو موسوماني، ثانك يو، ميرسي. كابتن سيد عبد الحفيظ، استحملت كتير، استحملت اشاعات كتير، استحملت غلط كتير، استحملت تطاول وتجاوز كتير، يعني الحمد لله رب العالمين بجد. حبيبي بس انا عايز اقول لك على حاجه، كل ده مش انف. قال له يعني ده مش انف.
قال له يعني انت جاي تاخد فيزا لاوروبا ومش عارف يعني ايه. طبعا اما لمحمد الشناوي ربنا يحميك يا ابني حبيبي حبيبي, يحميك لمصر قبل ما يحميك للاهلي حبيبي, ربنا يحميك بجد سد منيع. الله اكبر عليك, الحمد لله رب العالمين, ربنا كلل التعب الحمد لله النهارده الحمد لله تمام. ومبروك مبروك مبروك اول بطوله حلال. بطولاتنا كلها حلال يا فنان انت عارف. وعايز اقول لك, عايز اقول لك اتفرجت على الماتش ازاي وفين يعني؟ اتفرجت على الماتش في التصوير. بصور في استوديو مصر طبعا. انا اول اسف ان انا اقول اول بطوله حلال, انا طبعا انا اسف ان انا بتريق يعني. انا عارف تقصد ايه, انا عارف دايما دايما للاسف شديد بطولاتنا حرام, ودايما بطولات الفرق الثانيه حلال. دايما دايما بيحب ينكدوا علينا لو هم مش قادرين يكسبوا زينا فينكدوا علينا لما ناخد البطولات. لا احنا بطولاتنا حلال, واحنا بطولاتنا دايما وابدا بنكسب بحكام اجانب الحمد لله رب العالمين يعني. صحيح. الحمد لله النهارده الاهلي قابله صعوبات في الماتش كتير, والماتش كان بيروح وبيجي كتير, وكان في لحظه من اللحظات كان بيبقى سجال كتير, بس احنا كان كلنا ثقه في الفرقه, كلنا ثقه في المدرب, كلنا ثقه في الاداره, كلنا ثقه في بيبو, كلنا ثقه في كل الاولاد ان باذن الله هيفرحونا والتسعه الاهلي. طيب لا انا بس لا استنى استنى, انا عايز اعرف وقفشه بيحط رجله وكره راحه في الجون عملت ايه؟ ما شفناش التاريخ, ما شفناش انت مش شفت لغايه احنا لغايه الماتش ما انتهى فاكرينه علي معلول. يعني بعد الماتش ما كانش فاكر علي معلول هو اللي جاب الجون الثاني. احنا من والله العظيم ثلاثه, انا قاعد بتفرج على الماتش في الاعاده دلوقتي, مش هقول لك طبعا, انا طبعا عرفت انه قفشه خلاص, بس انا قاعد بتفرج على الماتش دلوقتي بستمتع. كان في توتر فظيع عندنا, كان في توتر واحنا قاعدين بنتفرج, كان فظيع تمام. البطوله والاهلي متعود على البطولات وعلى حاجات كتير قوي تمام. انا كنت بصور في استوديو مصر, كنت بصور انا والنجم مجد كدواني ونجم سيد رجب وشريف الدسوقي, بنعمل فيلم لطيف جدا باذن الله ينزل قريبا. وانا كنت متخانق عشان يوم الماتش ده مش عاوز انزل يومها, بس كان غصب عننا نزلنا. فكان بقى يعني في تلفزيونين كبار جدا, وقعدنا نهزر على ان الزملكاويه اللي كانوا موجودين في اللوكيشن اقليه, فقلنا هم يقعدوا هنا والاهلاويه يقعدوا هنا. في الاخر قعدنا كلنا مع بعض أكيد. وكان يوم عظيم, كان يوم مفرح, ودعيت ربنا سبحانه وتعالى انه يفرحنا النهارده, والحمد لله ربنا ما خذلناش الحمد لله رب العالمين. ان احنا الحمد لله ربنا كلل جهود الفرقه. صحيح. بالنصر الكبير. صحيح. والتسعة اهلي. مبروك يا فنان, وان شاء الله دايما كده هتنورنا هنا كمان قناه النادي الاهلي, وتكون دايما متواجد معانا, وشك حلو علينا, وبطولات جايه ان شاء الله, بطولات كتيره للنادي الاهلي باذن الله. فنان بيومه شكرا جزيلا. انا ليه سؤال؟ اتفضل اتفضل. معلش سامحوني فيه, الطرد بتاع الشحات اثر عليه في السوبر؟ اكيد طبعا, اكيد طبعا. ما لعبش سوبر اكيد طبعا, على حسب كمان ما يكتب التقرير بقى. اوكي يعني أوكي. يعني تقرير ويتكتب, لكن انت عارف النادي الاهلي بمن حضر, زي ما احنا عارفين انه يعني النادي الاهلي دايما والله دايما ولاد, ودايما النادي الاهلي بمن حضر يعني, وكلنا ثقه في اي حد موجود. مع احترامي الكامل لكل الاهلاويه اللي بيتكلموا عن غياب ديانج النهارده وقد ايه مؤثر, انا في لاعب بعشقه يا جماعه هو اللي بيأثر معايا دايما, ربنا يديله الصحه والعمر, اسمه وليد سليمان. طبعا 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 طبعا, طبعا. انا بايدك تماما. ده يعني بعيدا عن صداقتي بيه وكلام, انا وليد سليمان عندي في الملعب بالدنيا طبعا, وعلى مستوى يعني كمان بره الملعب يا فنان, هو بيقوم بدور كبير كمان جدا بره الملعب, وانا عارف علاقاته كمان باللعيبه, والشناوي يقول الكلام ده طبعا, بيكون الدور دور دور كبير جدا جدا, غير طبعا اداؤه الفني ولما بينزل بيعمل الفرق يعني. اكيد طبعا, كانوا رجاله وكانوا قد المسؤوليه, حتى الغير موفق النهارده من المجهود كان جبار, وكانوا قد المسؤوليه, والحمد لله رب العالمين. وقد ايه طول الوقت حتى واحنا متعادلين, حتى والزمالك هاجم علينا, لما ببص للكابتن سيد عبد الحفيظ, لما ببص للموسيماني وهم واقفين, بحس بثقه كبيره ان باذن الله جايه. الحمد لله رب, الحمد لله. شكرا كابتن الخطيب, شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ, شكرا كابتن المدير الفني الكبير مستر موسيماني, بجد شكرا لكل لعيبه الاهلي النهارده,
شكرا لاداره الاهلي على البطوله ديت، وعلى قد ما هم بيسعدونا واحنا تحت امرهم وفي ظهرهم طول الوقت. واحنا بنقول لك شكرا، لان احنا دايما وكابتن سيد عارف واللعيبه الجماهير هي حائط الصد الاول، وكل اللي بيتعمل ده لفرحه الجماهير ونفرح جماهيرنا. فبنقول لك يا فندم ربنا يخلصنا من كوفيد 19، ربنا يخلصنا من الكورونا دي بسرعه عشان الاستاد يرجع بجد يتملي تاني، بجد يتملي تاني، لان الماتش النهارده كان هيفرق 90% عن كده لو في وجود جماهير. صحيح. لكن طبعا انتوا طبعا لعيبه الاهلي وكل اداره الاهلي عارفين الدنيا كانت عامله ازاي، وكل الاهلاويه سهرانين. انا بايت في المكتب عشان عندي تصوير الصبح، ومكتبي في الدقي، الشارع مش ساكت من ساعتها. الحمد لله. ودايما دايما كده منورنا يعني في قناه النادي الاهلي، بنقول لك مبروك وكل جماهير النادي الف مبروك. الله يبارك في حضراتكم يا رب، والف مليون مبروك، وتحت امركم في اي لحظه. تنورنا دايما يا نجم. طبعا فنان كبير واهلاوي قوي يا كابتن سيد، قوي 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 يعني. حضر هنا كمان معانا مره حلقه هنا في البيت الكبير بيتكلم على النادي الاهلي، يعني انت بتحس ده، انت بتحس ده يعني. طبعا طبعا يعني هي مسجات بتوصل للحقيقه يعني. هو طبعا كممثل جميل جدا، انا بحبه جدا، ومن الناس اللي عامله دور جامد جدا 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 في السينما وفي التلفزيون. لكن كمان انا بتكلم على المباراه من خلالنا، من خلال الشارع نفسه، نبض الشارع نفسه، اهميته. انت بتكون كنا بنصلي مره في جامع يعني قبل ما تقول السلام عليكم لقيت اللي جنبي بيقول لي يوم 27 يا عم اخدوا الصلاه الاول بعد كده نتكلم. يعني اهميه المباراه كانت عند الناس لا مراعية مكان ولا زمان ولا خلاص. الناس كان الناس عندها خلاص. المباراه دي تحديدا ده حقيقي. بالنسبه لها حياه، يعني بالنسبه لها حياه ان انت تكسب المباراه دي او تخسرها لا قدر الله، كانت بالنسبه لها يعني حاجة رهيبة جدا. ليه؟ لأنها مش نادرا أو نادرا آسف إنها مش تتعود. صعب تتعود تاني بالأحداثها، بأنها المباراة الأولى في تاريخ في الشامبيونز ليج الأفريقي إنها تكون في بلد الفرقتين، ويصادف إن كمان يكون نادي الزمالك المنافس، ويصادف إن لسه الزمالك كسبانك 3-1، وده في يعني في كمان نوع من أنواع يعني عايز كمان تثبت لا إحنا الأفضل. فكل ديت ادت الشكل الكبير قوي للمباراه ديت يا كابتن سيد، وانا كنت حاسه يمكن ده احساس اللعيبه كمان اللي يمكن اثر شويه شناوي على الاداء يعني. هو كانت طبعا ما يبقى فرقتين من مصر وزي اهلي وزمالك في بطوله النهائي افريقيا، واول مره يكون ماتش واحد، واول مره يكون في على استاد القاهره في مصر البطوله دي، كانت عامل يعني ضغط كبير جدا على اللعيبه، واللعيبه كانت على طول الفتره اللي فاتت دي كلها حتى ما كنا في المنتخب وقبل ما وبعد ما الزمالك على طول صعد، كل الناس بتقابلنا في الشارع يوم 27 يوم 27 في اي مكان. زي ما الكابتن سيد بيقول الماتش كان بالنسبه لنا، وكنا خارجين برده من السوبر المصري يعني، كان على اللعيبه كان على لاعب كبير جدا وضغط كبير جدا، عشان كده ده اللي كان حصل بس الشوط الاولاني. والشوط الثاني ما نزلنا نفذنا الكلام الكوتش قاله، ده حاجه طبيعيه اما يكون عندك موعد الجمهور وموعد الناس، موعد مؤمن وموعد الناس اللي انت عايز تاخد البطوله وعايز يعني تثبت الكلام ده في الملعب، بيبقى في ضغط وفي شويه توتر. بس الحمد لله خلصنا منه الشوط الثاني وكان معنا التوفيق وخدنا البطوله. ده وده كان ده كان المهم، هو ده اللي كان ده اللي كان الاساس في الشوط الاولاني بالذات. هو بس كنا خايفين ان البطوله تروح مننا. أيوه. توتر بس شويه، وبعد كده الحمد لله رجعنا الشوط الثاني يعني. مستر موسيماني يعني كل الناس بتشكرك شكر جزيلا، واعتقد ان مش هنقول يا بطوله صعبه جدا وبطوله مهمه جدا، لكن كمان طموحات واحلام مستر موسيماني اكيد مش هتنتهي على هذه البطوله، وبالتالي طموحاتك ايه الفتره اللي جايه واحلامك ايه الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي؟ قبل ما اجاوب على طموحاتي، المفروض من باب الادب ان اشكر كل الناس اللي ادوني الفرصه ان اكون موجود هنا ووثقوا فيا وادوني مهمه صعبه جدا ان اكسب بطوله افريقيا
كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو واعضاء مجلس الاداره وثقوا فيا، سابوا اوروبا وسابوا امريكا الجنوبيه واختاروا من افريقيا واختاروني، وحاسس ده شرف ليا، اتشرفت بالاختيار ده وبالثقه دي، اشكرهم على الثقه دي والحمد لله. وبشكر على اللعيب، اشكر اللعيبه ان اللعيبه هم اللي لعبوا وهم اللي جابوا البطوله، واشكر الجهاز افراد الجهاز وكابتن سيد وكل الناس حتى اللي بينظفوا واللي بيكنسوا بينظفوا واللي بيقطعوا نجيله الملعب بيقصوا النجيله، كل المهام الصغيره دي كانت مهمه جدا، كانت بتساعدنا ان احنا نتم مهمتنا، النقاط الاداريه الامور الماليه المسؤول المالي، حتى عائلاتنا وعائلات اللعيبه اللي هم صبرت عليهم وعائلات الاجهزه اللي كانت سايبينهم احنا كنا مسافر كتير وكانوا وعائلتي افراد عائلتي انا كمان والجماهير طبعا المناصرين دايما كل ما يشوفوني يقولوا يا موسيماني عايزين افريقيا. انا حاسس انا حاسس ان انا في البيت، انا حاسس بعيد عن بيتي بس انا في بيتي. انا ما بكذبش عشان احنا كسبنا، بقول عشان كسبت الكاس، لا انا فعلا انا حاسس براحه هنا وانا حاسس بسعاده بدعم الجهاز الفني ليا والدعم الدائم من كابتن بيبو وامير توفيق وطبعا مساش عمر اللي بيترجم لي دلوقتي هو قريب جدا مني، انا عندي الدعم الكامل حواليا، حتى اللي بيعمل لي القهوه في النادي بيحضر لي القهوه. الحمد لله الحمد لله انا سعيد، وطبعا الاسطوره هاني رمزي معايا واشكرك انت استضفتني النهارده وبتعملنا واحد اصلا من الناس طبعا القريبين زي ما انت قلت بحلقه. بشكر من خلال قناه النادي الاهلي كمان بنشكر موسيماني ونشكر جهازه الفني كله وكل من اتى من جنوب افريقيا بهذه الروح وبهذا التفاهم وبهذا التفاني في حب النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، فبنشكركم شكرا جزيلا، واكيد مستنيين ان شاء الله بطولات كتيره جدا جدا ومستنيين انتصارات كتيره جدا جدا، ونتمنى طبعا لابنك انه يقضي اوقات سعيده. يس يس ان شاء الله العشرة يا اهلي ان شاء الله، ونتمنى طبعا لابنك انه يقضي اجازه سعيده هنا في بيته في النادي الاهلي في النادي الاهلي. كابتن سيد مبروك وبجد كلنا سعداء، فرحتونا بجد يا كابتن سيد، مجهود كبير جدا ومشوار طويل قوي قوي قوي، لكن زي ما انت قلت كده ودايما بتقول يعني لكل مجتهد النصيب ودوت، يعني الحمد لله النادي الاهلي دايما على قدر المسؤوليه، حضراتكم على قدر المسؤوليه، اللاعبين كمان يا محمد على قدر المسؤوليه، فكابتن سيد بنشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وعشان وعايزين كاس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الشيء بالشيء يذكر، يعني طبعا العكاز بتاع الجهاز الاداري كله يعني كابتن سمير وكابتن ماهر بركه ووائل وعمرو وكرم ورامي وحسن واحمد فوزي وكل المجموعه، يا رب ما كنتش نسيت حد في حد ثاني، لا تمام كلهم تمام، الاداره الماليه كلهم يعني، فبشكرهم شكرا جزيلا طبعا، كل تعب في الكاس وتعب في البطوله، ان شاء الله الرحمن من بكره هنبدا نستعد لبطوله جديده ان شاء الله باذن الله، هي بطوله الكاس عندنا مباراه يوم الثلاث مع الاتحاد السكندري زي ما قلت لحضرتك، وان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين فيها، هيخش لنا عناصر جديده المجموعه بعد القيد بعد ما نعمل قائمتنا ان شاء الله ونقدمها باذن الله. طبعا كابتن شنو حبيبي، حبيبي يعني بشكرك شكرا جزيلا، انا على المستوى الشخصي انت عارف انا بحبك جدا جدا، حارس مرمى على مستوى عالي جدا، قائد كمان على مستوى عالي جدا، فمني كمان للعيبه اشكر اللعيبه واحد واحد، وكل التقدير ليك يا محمد ومنورنا ومشرفنا دايما، ربنا يخليك يا كابتن، وانا عارف انا بحبك قد ايه حبيبي يا محمد، وطبعا انا بشكر اللعيبه كانوا رجاله، اللعيبه اللي كانت مصابه واللعيبه اللي موجوده واللعبوا النهارده، وبشكر طبعا الجهاز الفني كله باداره النادي كلها، وبشكر العمال وبشكر كابتن سيد طبعا والإدارين كلهم وجهاز الطب، الجهاز الطب تعب معانا جامد جدا يعني، هم على طول بيشيلوا الحمل الكبير، واشكر كل الناس كل المنظومه كل منظومه النادي الاهلي، وطبعا انا سعيد ان انا متواجد مع حضرتك ومتواجد في بيت في النادي الاهلي حبيبي النادي الاهلي وبيت الكبير، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وان شاء الله زي ما بيقولوا على طول لعيبه الاهلي رجاله هيبقوا رجاله ان شاء الله الفتره الجايه، كل الثقه فيكم، بنشكركم شكرا جزيلا، و تاني بقول مبروك للنادي الاهلي، يعني مباراه تاريخيه، النادي الاهلي بيكتب تاريخ كبير جدا جدا، ان شاء الله الانتصارات مستمره
وكمان احتفالاتنا لسه مستمرة وأفراحنا لسه مستمرة. فبشكر ضيوفنا، ولكن نروح لي كمان أحمد سمير وسارة هناك في النادي الأهلي مع ضيوفهم الكرام لتكملة الفرحة إن شاء الله للصبح. مبروك التاني للنادي الأهلي، مبروك لكل من ينتمي إلى النادي الأهلي. التسعة في الجزيرة والأهلي فوق الجميع.